تحية صباحية من صباح النور من بيروت إليكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعوننا. صباح جديد نطل فيه عليكم لنمضي برفقتكم أجمل الأوقات. فكل صباح يحمل معه أحلاما وأمالا جديدة، وأملنا أن نرضي أذواقكم مشاهدينا ونقدم لكم جديد من المحيط إلى الخليج ومن أقطار العالم كافة. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور مشاهدينا. باقة متنوعة من المواضيع نقدمها لكم من بيروت ولندن على مدى 3 ساعات. فماذا لدينا اليوم من بيروت لليوم الثلاثاء 31 من شهر أكتوبر 2017 نتابع. نبدأ يومنا برحلة سياحية إلى قرية كافجي في الأناضول. وفي الحياة حلوة كيف يكون الحلم الخطوة الأولى في الطريق إلى النجاح. تمارين رياضية للمبتدئين للياقة بدنية كاملة في الجسم السليم. ومن عمان متى يلجأ الشباب إلى الزواج الاقتصادي. ومن الأردن مهرجان الرمان في كفرسوم إربد. الوضعيات الأنسب لتجنب ألام الظهر والرقبة في صحتك، وأكلات شهية وأطباق مميزة مع الشيف فؤاد شرف في ولا أشهى. وفي البداية كالعادة مشاهدينا دعونا نتعرف على ما يخبئه لنا الشيف فؤاد في مطبخه لليوم. صباح النور شيف. صباح النور سارة. ماذا لدينا اليوم؟ اليوم عنا أطباق، حنحضر شوربة البازيلا والأرنبيط، شوربة كتير مميزة خارج هذا الطقس اللي هلأ نحن فيه. رح نحضر كمان مقلوبة الأرنبيط اللي هي دايما متعرف عليها مقلوبة باذنجان. اليوم أنا حغيرتها واشتغلنا على مقلوبة الأرنبيط كمان لأن طبق كتير مميز. إذن القرنبيط أو الزهرة هو نجم حلقتنا اليوم. بالتأكيد ستكون لنا معك وقفات لنتعرف على وصفاتنا، وبنشكرك على مشاركتك لنا لهذه الوصفات ومشاركاتكم أنتم أيضا مشاهدينا، تعليقاتكم كما صوركم وفيديوهاتكم صفحاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر الآن أسفل الشاشة. ومباشرة إلى كل ما هو جديد في عالم السياسة مع الزميلة رويدة بوعيد ومع الخبر. صباح النور مشاهدينا، صباح النور للزملاء، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. توعد عدد من الفصائل الفلسطينية بما وصفته أو برد موحد على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بنفق قرب حدود قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 8 شهداء و12 جريحا في صفوف الفلسطينيين. وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن الاحتلال يحاول فرض قواعد جديدة للاشتباك، في حين اعتبرت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية إن جريمة استهداف المقاومين تفتح الباب أمام كل الخيارات. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول على مدينة درنا الليبية أمس إلى 17 قتيلا، إضافة إلى 30 جريحا بحسب مصادر مطلعة في المدينة. وتعتبر درنا المدينة غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب الليبي بطبرق والذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، ويسيطر على المدينة مجلس شورى مجاهدي درنا منذ طرده مقاتلي تنظيم الدولة من المدينة عام 2015. دافع وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين ريكس تيلرسون وجيمس ماتس أمام الكونغرس عن دستورية العمليات العسكرية الخارجية التي تنفذها واشنطن. وخلال جلسة لمجلس الشيوخ لبحث منح تفويض جديد للإدارة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية، قال تيلرسون إن تفويض الكونغرس لا يجب أن يتم تقييده بزمان أو مكان، مشددا على ضرورة مراعاة الصلاحيات الجديدة التي سيمنحها الكونغرس للتهديدات المتغيرة والظروف المحيطة. قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ اليوم إنه سيضغط على كل الدول لتطبيق عقوبات على كوريا الشمالية بهدف التصدي للخطر العالمي الذي تمثله. وقال ستولتنبرغ قبيل اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي في طوكيو إن حلف شمال الأطلسي يعتبر أنه من المهم التأكد من أن كل الدول تطبق العقوبات على بيونغ يانغ، وذلك للضغط
الضغط للوصول للضغط عليها للوصول إلى حل سلمي. انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما وصفه محاولة أحزاب المعارضة تخريب النظام الانتخابي قبل الانتخابات البلدية المقبلة. وقال مادورو إن هناك مخططات لتنفيذ عمليات تخريب أثناء عملية الاقتراع. كلام مادورو يأتي بعد وقت قصير من تعهد ثلاثة من أكبر أحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات. انتشرت في العاصمة الليبية مؤخرا مجموعة من المقاهي التي تمنع دخول الرجال بمفردهم وتقدم خدمتها للنساء الباحثات عن استراحة من التوترات السياسية والشخصية التي تشغل بالهن، وتحمل تلك المقاهي أسماء أوروبية وتوفر لزبائنها الخصوصية والحماية من المتطفلين والمعاكسات. ويقول مدير هذه المقاهي إن النساء تنفق أكثر على أنواع القهوة والعصائر المميزة من الرجال الذين يكتفون باحتساء قهوة الإكسبريسو. يعني رويدة مبادرة كما هكا يمكن لأول مرة تكون موجودة في ليبيا على فكرة، بالرغم الظروف السياسية الصعبة اللي يعيشوا فيها بصراحة، وأنا من الناس اللي قعدت هكا متشبث يعني مركزت مع الخبر بدرجة كبيرة، أنه استغربت شوية مقاهي وغير مخصصة للرجال فقط في ليبيا في ظل وضع الحالي بصراحة. نشكرهم برشا على هالمبادرة. ولو أنه أمين يعني من وجهة نظري الشخصية نتمنى أنه في كل العالم العربي أنه تتوقف المعاكسات وترتفع نسبة الأخلاق أكثر، لما نضطر أنه نعمل مقاهي أو أي مكان منفصل للنساء والرجال، نكون نحن يعني أي مرأة تكون صحيح. مرتاحة في أي مكان صحيح. هذا الكلنا نتمناه أكيد ونسعاه إلى أنه يكون موجود إن شاء الله. إلى جولة على عناوين الصحف مشاهدينا، نبدأ من الدستور الأردنية والتي جاء في عناوينها 7 شهداء بقصف نفق جنوب غزة، حملات الاعتقالات الإسرائيلية طالت 15,000 فلسطيني خلال عامين. إلى صحيفة القدس العربي التي تابعت ملف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وقالت استشهاد 8 ناشطين بتفجير إسرائيل لأحد الأنفاق، الجهاد وحماس تتوعدان واتصالات مصرية للتهدئة، تل أبيب ترفع حالة التأهب إلى القصوى وتنشر منظومة القبة الحديدية. من قطر اخترنا لكم مشاهدين صحيفة العرب التي نقلت بعض مقتطفات من خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وقالت صاحب السمو للسي بي أس يحاولون تغيير نظام الحكم ولن أغلق الجزيرة. إلى السياسة الكويتية التي عنونت عن استقالة الحكومة وقالت الأمير للمبارك سنعمل ما فيه الخير، سموه قبل استقالة الحكومة وأمر بتكليف أعضائها تصريف العاجل من الأمور. إلى صحيفة الحياة التي تابعت التوتر الأمريكي الروسي وقالت الحكومة تتابع الأحداث في إقليم كردستان وتدعو للالتزام بالقانون في أربيل ودهوك. إلى الحياة التي تابعت أنا كنت قد أخطأت وقلت الحياة كانت الصباح الجديد. إذن الحياة الآن مشاهدينا، إجراءات قضائية تستهدف 3 مستشارين لترامب، تحقيق التواطؤ الروسي على مسافة قريبة من البيت الأبيض. إلى الخبر الجزائري الآن وفي عنوانها استمرار ارتفاع أسعار البرميل يدفعها للتفاؤل، برميل فوق $60 ينقذ الحكومة من ورطة. إلى عناوين العربي الجديد نبدأ بالعناوين الرئيسة وفيها تهم التآمر تضرب حاشية ترامب، سائقو لندن مهددون، في صورة الغلاف العمال الكردستاني دقت ساعة الاختيار، وفي زاوية الحدث الاحتلال يستبق تسليم معبر رفح بقصف قطاع غزة. أما كاريكاتير اليوم بعنوان حل الدولتين للرسام عماد حجاج. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، والآن عودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور. شكرا لك يا رويدة، ونلقاك كالعادة على رأس الساعة لموجز لأهم الأخبار. أما الآن مشاهدينا سنذهب في رحلة سياحية، فبعيدا عن البوسفور قرابة 6 ساعات تقع قرية كافاجي في الأناضول التي كانت تعتاش من الصيد وباتت اليوم من أبرز الأماكن السياحية.
زيارة المكان تتطلب ساعتين ونصف الساعة بالقارب، وفيها الكثير من المعالم التاريخية والتقليدية والسياحية. نتابع في هذا التقرير. تنظم خطوط بلدية اسطنبول الرحلات، واليوم رحلتنا إلى أناضولو كافا عبر البوسفور. نتحرك من ميناء إمينيونيو عند 10:30 صباحا. نتوقف في موانئ بيشكتاش، كانديشا، سراير ورومالي لنقل الركاب، ونصل وجهتنا عند قرابة الظهر، حيث نتوقف في أناضولو كافا لثلاث ساعات ونعود عند قرابة 3 بعد الظهر. رحلة مماثلة تستغرق 6 ساعات تقريبا، ونقوم بها يوميا على مدار السنة. أنا مهتم بشكل أساسي بالبحر الأسود، وها أنا على متن هذه الرحلة إلى البحر الأسود. أناضول كافا من معالم اسطنبول وأحد رموزها، ولن أفوت زيارتها. فيها جبل عالي ومنه يمكن الإطلالة على البسفور والبحر الأسود. ولدت وتربيت هنا. أناضول كافا واضحة المعالم وحدودها معروفة. عند النزول من القوارب يجب التسلق إلى قصر يوروس لقرابة 800 متر، قصر شهدته دولة جنوة في عصرها الذهبي لحماية مداخل المدينة، ومن خلاله تحمي البحر أيضا. تحمي دولة قريتنا تحديدا على المستوى الثقافي. كل المنازل هنا تبنى من الخشب ومن طبقتين. يعتمد السكان على صيد الأسماك لكون أناضولو كافا بلدة متخصصة بالصيد، حيث يمكن النزول إلى البحر في أي وقت كان. كلنا نعرف بعضنا، لذا لا نقفل أبواب منازلنا، وعائلاتنا متقاربة من بعضها. في حال مرض أحد السكان تهرع البلدة كلها للمساعدة، وإذا قرعت أي باب يمكنك الحصول على الطعام أو الشاي التركي. بحثنا أنا وزوجي على الإنترنت، ووجدنا أن الذهاب في رحلة بحرية لست ساعات سيكون خياراً ممتازاً لاكتشاف هذه البلدة اللطيفة والجميلة. يعني سارة، أول ما شفت التقرير كنت برشا حابب نمشي للمكان، ولكن أنت تعرف أكيد السبب اللي مش خلينا نمشي. بس صيد السمك حلو، يعني احنا نصاد حلو ونتبرع به للناس الثانية يأكلوا. الأكل كله سمك. عجبتني الفكرة أنك تطلع الصبح قدام البيت، قدام الباب، تحط الكرسي وترمس النار ودغري تصطاد، يعني حلوة. إن شاء الله مدينة رائعة. إن شاء الله نمشي وليما لي. مشاهدينا، خلينا ننتقل إلى موضوعنا الأول في صباح النور اليوم. فمن منا لا يحلم بمستقبل أفضل وحياة أجمل؟ وما
أهمية الحلم لنخط أول خطوة في مشوار تحقيق النجاح. للحديث أكثر عن الموضوع نستضيف معنا في الاستوديو الاختصاصي في علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي. صباح النور. صباح النور ميلاد. إذن البداية هي الأحلام والأمنيات، ما هو دورهم في عيش حياة سعيدة؟ مثل ما قلت، لكل سيارة لا تمشي بدها الوقود، الفيول. الأحلام والأمنيات هن بيعطونا الوقود اللي هو الحافز. نحن كناس منتحرك مثل ما قلت بحلقة سابقة، إذا في عنا قدرتين أو قوتين، أو الألم الكبير أو اللذة الكبيرة، الحافز الكبير. سو أنا إذا حسيت حالي صرت بخطر كتير كبير بتحرك، يعني إذا في عندي خوف كتير كبير بخليني أتحرك. بس في قوة أو قطب تاني كتير مهم يلي هو الرغبة، الرغبة الكبيرة بإنها تتغير حياتي. هيدا الحافز من جوا، حتى من ترجمه جسديا بإنه ما عدتي هون بتبلش تعمل قصص مثل الطحون، بحس انه نفسي صار غير لما بفكر بهالاشياء، بحس انه عندي الحماس وعندي الرغبه اني غير شيء بحياتي. يعني احنا ممكن نقول ان الامنيات الاحلام والهدف مرتبطين ببعض، مرتبطين ببعض بس في فرق. ثانك يو على السؤال، لانه الفرق بيناتهم رح اقول لك شو هو الفرق. اول شيء الاحلام هي عندي شغف كتير كبير، عندي شيء ممكن يكون مرافقني من طفولتي بيستمر معي بيزيد، عندي رغبة داخلية شديدة على أني أعمل شيء. الأمنية هي لما بشوف شيء صار بتمنى أني أنا أعمل مثله أو حقق هيدا الشيء. يعني الهدف ما ضروري يكون فيه شيء قدامي، قول أنه أنا بدي عندي الحلم، عندي حلم ما ضروري يكون فيه شيء عم بيحفز لي هيدا الحلم أو في شيء دلائل. الأمنية بتكون لما أنا بيكون في شيء صار، يعني مثلا شفتك أنت عملت هالخطوة سو بتمنى أني أعملها مثلك، أو شفت شيء صار أو سمعت شيء صار أو حسيت شيء صار. بين الأمنية والأحلام كلهم فيهم ما يتحققوا إلا إذا حطيناهم بقاعدة وبخطة يلي بيصير منسميها الهدف. طيب وفي هذا كله ماذا عن التخيلات الإبداعية؟ التخيلات الإبداعية اليوم يلي هي بالإنجليزي بيسموها creative visualization، اليوم هي من التقنيات المستخدمة كتير، لأنه في بعض إذا بدك الاتجاهات بتقول أنه أنا لما بتخيل الشيء بكون عم بسمح لدماغي ولعقلي بأنه يشوف تفاصيله، بيصير يحس عقلي أنه هو familiar أو يعني بطريقة أنه هو بينتمي لهيدا العالم، بيصير أكتر عنده استعداد لأنه يوصل له. سو مثل ما بتقول الكلمة تخيلات إبداعية creative، يعني ما ضروري تكون إلى صلة بالحقيقة. فيني أنا ونحن بنعملها مرات، بنكون قاعدين بالنهار بتلاقينا حتى لو ما غمضنا عيونا هيك شردنا وتوقعنا أنه أنا هلأ أمين، أنا هلأ عندي برنامج تلفزيون الصبح طلع المشاهدين، بصير تتخيل انه المشاهدين عم يتصلوا فيك وانت وزملائك بالعمل وكيف. هالتخيلات بتساعد دماغك على انه يساعدك اكثر للوصول الى الهدف اذا رجعت شو حطيتها مثل ما قلنا بخطه عمليه واضحه. طب ميلاد، ممكن نتكلم عن التخيلات الابداعيه والاحلام وما نذكر الاطفال؟ يعني هم اصحاب الاحلام الاكبر. صحيح. يمكن ما بعرف اذا صح او لا صحيح، انه كل ما بنكبر كل ما بتقل الاحلام شويه. مزبوط مزبوط. المعمل الاحلام هو بالطفوله. ليش؟ لانه نحن متفلتين من اي مسؤوليه. وانتبهي مش ضروري يعني دائما بيقولوا ايه ما الطفل بيحلم لانه الكبير واقعي اكثر، ما ضروري الواقعية، لأنه مرات نحن الكبار بنصير نحن نسكر البواب أمام حالنا. يعني أنا بقول لهم للناس أنتوا كيف تتخيل أنه حدا عم بيهدم لك حلمك؟ ما أنت عم تهدمه مرات كتير بأنه تقلل من قيمتك لحالك، بتحصر حالك، بتقلل من قدرتك لحالك. صح، الأولاد لأنه بعد المستقبل بالنسبة لهم مفتوح، بعده يلي جاي أكبر، بعده يلي جاي أحلى. نحن الكبار بنقول يمكن إذا سمحت للفرصة، حتى بنستخدم كلمات بتأثر كتير أهدافنا وأحلامنا. بالطفولة شيء كتير مهم، وإذا بتلاحظ اليوم في كتير ناس حققوا حلمهم عن كبر وقالوا إنه هيدا هو الحلم يلي كان يراودني بالحقيقة. للأسف بس نكبر في ناس بيعتبروها إنه منصير عقلانيين، بس كمان في ناس بيعتبروها إنه منحط حالنا بصناديق، ما عاد منصدق إنه بكرة أحلى، ما عاد منصدق الأخبار. يعني بتتذكروا كيف كان عنا الشغف نحن وصغار لما حدا يخبرنا قصة نتخيل إنها واقعية ورح بتصير؟ بس نصير كبار منصير ناس بطلنا حلوين كتير، منصير ناس سائلين، منصير ناس ما كتير نصدق كل شيء، منصير ناس نسكر بواب بدل ما نفتحها.
مشان هيك اليوم أنا بقول مين أسعد بهالدنيا، الصغار أم الكبار؟ الجواب أكيد رح بيكون الصغار. فإذا الصغار لازم يعلموا الكبار كيف منكون سعيدين، مش العكس. نحن اليوم منسكب على أولادنا كيف بدنا الحياة تكون. أنا برأيي أولادنا لازم يعلمونا كيف لازم تكون الحياة، لأنه بطبيعتهم سعداء أكتر، منفتحين أكتر، عندهم أحلام أكتر. لازم نرجع لقلهم ونقوله، نقعد ولد ونقوله خبرني كيف أنت بتعمل بتفبرك هالحلم براسك، تتعلم أنا منك مش العكس. طيب لو كان عنا هكا حلم وأحنا صغار وكبرنا معاه وكبرت معانا الحلمة وصلنا مع الأسف ما تحققش، هل هذا يسبب الإخفاق، هذا نوع كبير من السلبية أو مزبوط فينا أنه نتجاوزها بطريقة؟ لا مزبوط معك حق، لأنه اليوم أشارت الدراسات أنه اليوم إذا نحن كان عنا خاصة أصحاب الأحلام الكبيرة يلي ظروف الحياة ما ساعدتهم أو هن كمان ما ساعدوا حالهم، يعني ما عرفوا يبنوا لحالهم هدف بالحياة وفقط باقي حلم، أكيد بيكون في كتير تراجع بصحتهم النفسية خاصة على صعيد المشاعر، وبيعيشوا كتير من الحياة الحزينة لأنه ما قدروا يحققوا أحلامهم أو ما قدروا يوصلوا أنه يحققوا أحلامهم. مزبوط، في ارتباط وثيق بين عدم تحقيق الأحلام أو الرغبة الكبيرة وبين أني ما عيش صحة نفسية متفائلة، ما عاد شوف الدنيا بطريقة أحسن. والمشكلة الثاني هو أنه هون بيصير في تعميم، يعني مثلا إذا أنا كان عندي حلم بالعمل أني أقوم شيء وما قدرت حققه، فإذا بصير أنا أملي كل هيدي النظرية على كل جوانب حياتي. يعني إذا أنا مثلا فشلت بإني حقق حلمي أو رغبتي بالعمل، بصير بملي هيدا الشيء كمان على رغبتي بإنشاء عائلة، بصير بملي هيدا الشيء على رغبتي بإني أعمل نشاطات مختلفة أو حقق نواحي تانية من حياتي. يعني الإحباط في موضوع واحد بيوزع الإحباط على 100%. بتصير تنتقل على إنه أنا ما زبطت معي بالشغل، هلأ بدها تزبط معي بالعائلة، ونصير نعمم إنه أنا ما إلي حظ، حظي مش منيح وما رح تزبط معي. طب خلينا نعكسها، انه مرات بنحلم اكبر من اللازم. نعم. بنحلم احلام مش واقعيه، بتبقى في بعض الاحيان وكانه في واحد بيهرب من حياته الواقعيه لاحلام بيعملها في خياله بيكتفي بانه يعيش فيها. صح. هل ده كمان ممكن يعوق ان احنا نعمل في الحياه الحقيقيه؟ اكيد. حلو اللي عم تقوليه، لسبب انه لما انا بشعر بالحلم بيعطيني هيدي المشاعر الدغدغه، المشاعر الحلوه سادي لا تكفي. يعني انا ما في ضل قاعد بالبيت عم بحلم اني اعمل شيء وحس بهيدا الشعور الحلو انه عم يجي على جسمي لانه بسبب تردد الصور والمشاهد يلي شفتها، بس هذا لا يكفي. والواقع عشان هيك لما بتشوفي مثلا بالافلام لما حدا بدهم يحطوا حدا عم يحلم ويرجع صدم بالواقع، بتشوفي كيف بيغيروا الموسيقى. صح. مثلا بيكونوا عم يعملوا حلم فجاه بيعمل بوم انه اصطدم بالواقع، رجع للواقع لانه الواقع غير مشابه للحقيقه. وهيدي ترجمه عن جد فعليه، لانه في سبب لي ازمه انه انا اليوم فقط ارتضي باني احلم، لكن عند تنفيذ الواقع بكون انا شخص مختلف او مغاير جدا عن الصوره يلي عم برسمها براسي. ولكن الحلم اكيد انه نجم نوصلوا له في الواقع باي طريقه نحاولوا انه نوصلوا. مزبوط الحلم علينا نوصل له، علينا نحطه بضمن اهداف. هلا هيدي الاهداف اللي ممكن نحطها فيها، في بعض الاسئله لازم انا اطرحها لحالي. اول شيء، هل الحلم تبعي؟ يعني هلا رح بعطي للمشاهدين شويه نصائح كيف بترجم حلمي وبحوله لهدف. هل هذا الحلم بقدر اختصره بكلمات واضحه؟ هل هو محدد؟ يعني اذا انا بقول حلمي راحه البال، طيب ما راحه البال كلمه كبيره، فضفاضه. بينما هل انا عندي حلم محدد؟ هل هو محدد؟ اول شيء، هل ممكن ترجمته بالكلمات؟ يعني اذا مرات في ناس بتقول شو حلمك، ما بتعرف ترجمه، ما ممكن تحطه بجمله مفيده. ثالث شيء، هل يتوقف علي؟ لانه في ناس بيكون حلمهم مثلا حلمي انه شخص تاني يجي يزورني، عم بحكي شو ما كان، بس هيدا الشخص التاني زيارته لإلك متوقف عليه مش عليك. فاذا ثالث شيء لازم اعرف، هل حلمي متوقف علي؟ او مثلا حلمي تلفنوا لي من وكالة الناسا يقولوا لي انك انقبلت تطلع على القمر، كسبت رحلة فضائية، انه هيدا متوقف عليك او على الناسا او يعني. فاذا هيدا الشيء. رابع شيء كمان لازم اعرف، هل حلمي بالمقدور تنفيذه؟ بالمقدور يعني يمكن مش انا بس حدا تاني، هل في حدا تاني نفذه؟ بعدين واهم شيء بالحلم لازم اعرف انه هل حلمي مرتبط بفترة زمنية؟ هيدي المشكلة، بنحط احلام بنفتح لها كل الوقت
ما بنحط وقت محدد. يعني أنا اليوم إذا بقلكن معكن 4-5 أشهر لنعمل شيء سوا، هل حتحسوا حالكم انه في رغبه شديده وما في حافز؟ لا. بس اذا بقول تعرفوا يا شباب وصبايا الاسبوع الجاي نهار الاثنين نحن طالعين برحله، قرروا بدكم او ما بدكم، ساعتها بدها تاخذ معكم يوم يومين بدكم تعطونا القرار اذا بدكم او ما بدكم. تحديد الوقت، ربط الاحلام بالوقت شغله كثير مهم. ليش؟ لانه الناس يلي ما بتربط مرات عامل الوقت كمان بيشعر، يعني الدماغ بيشعر هون انه عندي كل الوقت لحقق هذا الشيء، ليش بدي اسرع؟ بيقول انه الانسان تحت الضغط يعني بتتفجر عنده امكانيات حتى هو ما بيكون بيعرف. بعض الناس في بعض الناس بيشتغلوا اكثر تحت الضغط، وفي بعض الناس لا بفضلوا يكونوا بوقتهم مرتاحين اكثر. بس بكل الحالات في عامل الوقت لازم احسب حسابه، يعني لازم احسب حساب، لانه يعني اذا عندي كل الوقت يعني قد ايه الوقت؟ 10 سنين 15 سنه سنتين. يعني حتى مثلا الناس اللي عندهم احلام انه مثلا صغيره، خليني اقول انه عندي حلم اني اخذ عائلتي وانقل على بيت خاص فيي. طب هيدا الحلم ان بدك تشتري بيت، طيب هيدا البيت قد ايه كبره؟ قديه المال اللي لازم تصرفه عليه؟ قديه معك من هالمصاري؟ شو الخطة لتجيب الأموال؟ بكم شهر؟ هون بتبلش تحط الواقع. مشان هيك هون ناس بيقولوا إنه أنا كنت عم بحلم فيه ما كنت مفكر إنه هالقد بده شغل. ليش؟ لأنه حتى طبيعة أحلامنا فيها تكون عامة شاملة، والنجاح يكمن في التفاصيل. لأنه النجاح أو الفشل بأي شيء يكمن في التفاصيل الصغيرة اللي نحن بنخدها بعين الاعتبار ولا لا. صحيح، إن شاء الله نتمنى أنه الأحلام كلها تتحقق أكيد، وهذا أمنيتنا حتى لكم أنتم مشاهدين. بس لازم نقول النصائح، عفوا على المقاطعة، بس ما بدي أظهر أنه وكأنه أنا عم أقول للناس نبطل نحلم، بالعكس، ولازم نشجع أولادنا على أنهم يحلموا، ولازم نحن تضل عنا هيدي الرغبة بأنه الحياة حلوة، بأنه الحياة يلي جاي أفضل. وتنترجمها لازم نبلش نترجمها بكلماتنا وبعباراتنا، لأنه هيدا الشيء رح بيساعد كمان دماغنا ليشوفه. ما فينا نتوقف نحلم، ولازم نرجع مرات نحن ككبار نشوف أنا لما كنت صغير شو كنت أحلم، شو كانت الأحلام، بشو كنت فكر أعمل، لأنه هيدا الشيء كمان بيساعدني لحتى أنظر للمستقبل يلي جاي بطريقة أفضل وبطريقة أحلى. يعني نحلم ونخطط ونعمل وننفذ. إن شاء الله أكيد أنه الأحلام كما قلت تتحقق، والحياة حلوة. في فقرتنا اليوم اللي هي كانت الفقرة الأولى الاختصاصي في علم النفس الإيجابي ميليت حتشيتي، شكرا جزيلا لك على كل هالمعلومات. الآن مشاهدينا أول فاصل إعلاني ونعود بعده لنستكمل باقي فقرات صباح النور، فابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا. العديد من الأشخاص يتخذوا قرار البدء بالرياضة في مرحلة عمرية متقدمة، فكيف نهيئ الجسم للبدء بمرحلة الدخول إلى عالم الرياضة؟ للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة نستضيف معنا المدرب الرياضي نضال ملاعب في الجسم السليم. صباح النور. صباح النور كوتش، كيفك؟ الحمد لله. شو أهم نصيحة بتعطيها للي حابين يبلشوا رياضة بعمر متقدم؟ كتير منيح. في عنا أشخاص بعمر متقدم بيفكروا إنه يعملوا سبور، وفي عنا أشخاص بيكونوا منهم كتير كبار بالعمر بس ما بيعملوا سبور أبداً. صح. بيحبوا إنه يعملوا سبور. الفكرة الأساسية هي ما نعرف قدي كمية المجهود يلي بيقدر جسم يتحملها. ما في إنه أنا أتحمس كتير روح على النادي وحط مجهود كتير عالي وقول أنا كل هالسنين يلي عوضتها يلي روحتها أنا علي بدي حاول عوضهم وأعملهم خلال أسبوع واحد. نعم. لهالسبب لازم يكون في تدرج بالتمرين وبقوة التمرين، وهيدا الشيء اللي حنعمله نحن اليوم. رح نعمل نموذج عن بعض الحركات اللي نقدر نحن نستعملها حتى قبل ما نروح على النادي أو إذا كنا بالنادي للأشخاص اللي بعدهم مبلشين جديد. نعم، يعني بده يزيد التحمل، قدرة التحمل تبعيته ومدة التمرين شوي شوي. صحيح. كوتش، في شيء اسمه ذاكرة العضل، يعني العضل عندها ميموري. مزبوط. هل بيأثر إنه ما كان مرن جسمه من الأول أو بفترة عمرية صغيرة على استجابة العضل للتمرين؟ أكيد. الأشخاص اللي بيكونوا ممرنين وقطعوا فترة طويلة وبيرجعوا يتمرنوا بحسوا حالهم خلال أسبوعين أو ثلاثة رجعوا تقريبا بلشوا يردوا الشكل اللي كانوا واصلين له. أما الأشخاص اللي بعدهم مبلشين جديد هيدا الشيء اللي بيقطعوا فيه بحسوا حالهم معضلين كتير، بيصير في وجع، أوقات التعديل بيوصل لمرحلة الالتهاب. يعني بعضلوا بمحل ما قادرين بقى يتحركوا أو يقدروا يمشوا أو يقعدوا. هيدا الشيء كتير خطر،
وهذا الشيء بنحاول نتجنبه نحن. لهالسبب بنحاول نعمل الاشياء البسيطه وما نتعب حالنا كثير، وبوقت بنبلش ب 20 دقيقه او 10 دقائق او 15 دقيقه وبنصير نزيد الوقت. طيب رح نتابع معك هلا شو ابرز واهم التمارين اللي فينا نبتدي فيها كاول مره بالنادي. اوكي يلا اول اكسرسايز حنعمله رح نبلش نستخدم وزن الجسم، مش بحاجه يكون في عندنا اوزان، رح نستخدم وزن الجسم تنعمل حركه السكوات اللي هي القرفصاء. رح نمد ايدينا لقدام وننزل، حاشتغل انا وميري سوا وبرجع بوقف. رح نعمل هيدا التمرين تقريبا 10 او 12 مره. بنزل بدفش حالي لورا وبوقف. هلا عم مد الايدين لقدام انا تحافظ على التوازن تبعي، لانه الاشخاص اللي بيكونوا بعدهم مبلشين جداد ما عندهم توازن، معقول يطبوا لقدام او معقول يوقعوا لورا. سو بنمد الايدين نحن لقدام تنحافظ على التوازن. اوكي؟ جود. رح اشرح شوي كيف التكنيك اللي لازم نعمل السكوات فيه. اول شيء الحركه بتبلش من الحوض تبعنا، بتفش لورا، ملي؟ بتفش لورا وبقعد. دائما الظهر بيكون جالس، ما بدخل الظهر لقدام، الظهر بيكون جالس، بوقف والصدر بيكون عالي. ووزن الجسم دائما بيكون على كعب الاجرين، يعني لما انزل انا جو داون، لما انزل بيكون وزني على كعب الاجرين وبرجع بوقف. اوكي؟ حنزل كفي انا وياك. بوقف انا بعد ثلاث مرات. اوكي؟ مره بعد وحده. اوكي، رح غير التمرين هلا، انا من وضع السكوات رح انزل على الارض. انا رح اعمل البوش اب وميري حتعمل ليديز بوش اب اللي هي للمبتدئين كثير، خاصة الصبايا اللي ما بيقدروا يحملوا وزن جسمهم، حتى الشباب، في عندنا شباب ما بيقدروا يحملوا وزن جسمهم أول شيء. بعلي الإجرين من ورا وبنزل لقدام وبرجع بجلس. بحاول بفتح الكواع وخلي كمان ظهري جالس وصدري مفتوح، راسي لقدام برجع بوقف. الأشخاص اللي بيقدروا يحملوا حالهم ميري فيك تكفي. نعمل سكوات البوش اب العادية اللي بنزل برجع بوقف. بتفش باخذ نفس اكيد كل الوقت. جسم جالس، اهم شيء ما فوت لقدام، هذا بيأذي ظهري، ولا علي لفوق. سو جسم بيكون كل الوقت جالس. بعد مرتين اخر مره. اوكي مرتاح. دغري بنرجع بنوقف، عم نوصلهم ببعضهم لانه لازم نوصلهم ببعض. رح نعمل حركه اسمها لانج. بحط اجر قدام واجر ورا. ظهري بيكون جالس، فيه حط الايدين على خصري وبنزل وكمان بوقف. بنزل بركبي اللي ورا. انا وعم بنزل باخذ نفس وانا عم بطلع فضي نفس. كمان كل وقت اذا ملاحظين صدري مفتوح، ظهري جالس، بنزل بركبي اللي ورا. اهم شغله بهذا التمرين انه ممنوع اقرب الركبه لقدام اصبع الاجر الكبير او قدام الاجر، هيدا الحدود ماكسيموم لهون. إذا قربت لقدام بيصير في ضغط على ركبي، هذا الشيء معقول يأذيني، أوكي؟ بعد مرة كثير منيح، حبدل الإجرين هلا، برجع بالإجر الثاني كمان بنزل. دائما بهذا البوزيشن وزني على كعب الإجر يلي قدام، كمان كون عم بشغل عضلة الفخذ الأمامية. باخذ نفس. أوكي. 6 7 8 9 بعد مرة 10. رح بدل تاني هلا كمان ارجع انزل على الارض. حنعمل حركة البلانك، هي حركة للمعدة وللكعب الظهر، بنسميها المنطقة الكور، هي منطقة الوسط يلي هي كثير مهمة، وهي الحركة بتقوي كثير منطقة الوسط. حط كواعي على الارض. هلا الاشخاص اللي بعدهم مبلشين جديد اكيد ما فيهم يهدوا وقت طويل، بيقدروا يهدوا 5 ثواني 10 ثواني 20 قد ما فيهم. لما اتعب حيبلش نشوف انه بلش الظهر يعمل هذا الشكل، وهذا الشيء كثير خطير. سو لازم دائما انتبه انه جسمي خط واحد جالس، كمان نفس كل وقته بهيدي الوضعيه، دائما البطن بالع بطني لفوق. اوكي برجع بنزل. حاخذ باند، حنعمل حركات للكتاف. بحط اجري عليها. اول شيء حبلش كمان ظهري جالس، رح افتح الايدين على الجنب وبنزل مره، والايدين لقدام وبنزل. بفتح الايدين على الجنب. هون عم مرن الكتف الجانبي، وقت بعلي ايدي لقدام كون عم مرن الكتف يلي من قدام.
بعيد الحركة كتف على الجنب وبالحركة اللي قدام الكتف يلي من قدام. أوكي برافو سعيد، كمان لقدام وننزل. أكيد نفس كل الوقت، تقريبا عم نعمل حركات لكل عضلات الجسم. بعد مرة نطلع على جنب. أوكي رح نغير التمرين، نشتغل لعضلات الإيدين نفس الشيء. بحط إجر وحدة أو الإجرتين إذا بدي صعبة، سو حنبلش بإجر وحدة. هأعمل عضلات البايسبس، كمان ظهري جالس، خلي كواعي مسكرين وبطلع ما فيه لفوق وبنزل. كمان بطلع وبنزل. كل ما أطلع وأنزل النفس أكيد بترافق مع الحركة. كتير منيح. بالمبدأ هول الحركات الأساسية اللي فينا نعملهم، أكيد عندنا أشياء أكثر بس هول الأساسيات. يضل انا واحد من الناس تساعدني لانه انا مش من الناس اللي نعمل برشا سبور. شكرا لك على كل هالتمارين، وان شاء الله انه اكيد عنا معك لقاء في الاسبوع القادم. وعد انا عندي لك معلومه اخرى حتى نضال لك انت زاده كيف كيف، يمكن انه تفيد شوي، لانه فما طريقه اخرى لخساره الوزن مشاهدينا، والطريقه هي سهله جدا. الطريقه هو انه رغم انتشار دراسات عديده تشير الى ان افلام الرعب قد تزيد من خطر الاصابه بالامراض القلبيه، الا ان دراسه حديثه كشفت عن انه يمكن علاج بعض الامراض بافلام الرعب، وذلك بعد دراسة وجدوا من خلالها أن هذه النوعية من الأفلام تقوي جهاز المناعة وتساعد على فقدان الوزن. ونقل موقع الديلي ميل ما اكتشفه الباحثون من جامعة كوفنتري البريطانية بعد تحليل عينات الدم من المتطوعين قبل وأثناء وبعد الجلوس لمشاهدة فيلم رعب. وكانت النتائج هي ارتفاع مستويات المناعة في الجسم الفرد بعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم. وأوضح الدكتور ناتالي ريدل أستاذ علم المناعة في جامعة لندن أن مشاهدة فيلم الرعب تتسبب في إفراز هرمون الأدرينالين الذي يقوم بدوره في تقوية جهاز المناعة، ويعمل الأدرينالين أيضا على زيادة ضربات القلب، وهو ما يزيد من معدلات التمثيل الغذائي في الجسم واستهلاك الطاقة الدهنية المخزونة. لذلك نستطيع القول أن أفلام الرعب وعد تساعد جدا على تخفيف الوزن. وأيضا اتضح لنا من خلال دراسة أن الفيلم يحرق في المتوسط 113 سعرة حرارية، أي ما يعادل 30 دقيقة سيرا على الأقدام. وكلما كان الفيلم أشد رعبا زادت السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، كما نشرت زادت هذه السعرات الحرارية. وأيضا فما حتى معلومة أخرى، فما صحيفة الجارديان قامت بنشر نوعية متاع أفلام كأنه هي نوعية تمارين رياضية كما نشوفوا نعملوا فيها. فما نوعية أفلام تحرق سعرات حرارية معينة، يعني مثلا فيلم الشاينينج يوصل يحرق أكثر من 184 سعرة حرارية. أيضا هناك فيلم جوز، فيلم سو، فيلم ذا إكزورسيست اللي هو من أكثر أفلام الرعب اللي عرفناهم، أكثر من 158 سعرة حرارية. فيلم سو حكينا عليه شوية، كان فيلم يحرق أكثر من 133. وعدة أفلام رعب، وخاصة وأنه مشاهدينا هالفترة هذه في صالات السينما كلها يعني فترة متميزة بأفلام الرعب. وحتى البارح حتى البارح كنت نشوف في البوكس أوفيس، في البوكس أوفيس أفلام الرعب تحتل حاليا المراتب من 7 إلى المرتبة الثانية. يعني أفلام الرعب متواجدة بكثرة هالشهر وهالشهر الجاي. معقول يكون هذا الخبر كنوع هيك مثل دعاية إعلانية لتحفيز الناس ل ما هذا هو، يعني نحفز في الناس مشاهدة أفلام الرعب. بس ما عرفنا إذا مثلا الفيلم بيحرق 180 كالوري، إذا عدناه كمان بنرجع بنحرق؟ أكيد نحن قاعدين خير؟ بما انه يعني هذا شنو قالته الدراسه، بما انه احنا قاعدين نشوفه في فيلم رعب، فالاجواء اللي تخلينا انه نخافوا او نحسوا بالخوف هذيك تخلي الجسم يشتغل اكثر ويحرق اكثر سعرات حراريه. بلا نادي رياضي بنحط الفيلم وبنعيده لنوصل لحوالي 500 وحتى في قاعات السينما، خاصه تو مع التطور التكنولوجي اللي قاعدين نعيشه فيه، لانه قاعات السينما حاليا يمكن بتقنيات ثلاثيه الابعاد او حتى بتقنيه الساوند دولبي ديجيتال 7.1، يعني انه تقنيه صوت تخليك تحس الرعب صحيح من اماكن الكل، كانه عايش بداخلك معني.
فأحلام حتى بالبيت صار في كمان معدات بتساهم شوي أنها تضعك بالأجواء الكتير صحيح. فأنا الأسبوع الماضي حكيت لك على فيلم رعب قلت لك لازم تشوفه، هالأسبوع جبت لك خبر على فيلم الرعب ورح روح شوفه على فكرة، لأنه ما بعرف ليش هالفترة هيك جعبة لأحضر هالنوعية من الأفلام. هذا الفيلم تحديدا اللي حكيت لي عنه هابي ديث هيك مهضوم عنوانه، يعني مع كل هيدا المعلومات صار الفيلم يلي ما بيقتلك بقويك بقوي لك المناعة وبي يعني ساعدنا في برشة حلوق وما يلزمنا ناكله معاه يمكن الفيلم دقا هيك بدنا نتفادى البوب كورن، بدنا نتفادى البوب كورن وبدنا نتفادى نكون بولا أشهى وعم نشتم هذه الروائح يلي مصدرها هلأ مطبخ شيف فؤاد، يلي أنا الوقت مشاهدينا لنذهب إليه ونتابع آخر تحضيراته في ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. أنا بلشت بالتحضيرات، بدي أحضر الطبقين اللي هي مقلوبة الزهرة أو مقلوبة الأرنبيط، أو بدنا وكمان بدنا نحضر شوربة الأرنبيط مع البازيلا. طبعا أول شيء أنا حبلشه بالطبق بدي أحضر المقلوبة لأنه تقريبا بتاخد شوي وقت أكتر. دايما أنا إذا ملاحظين أنا حضرت الطنجرة حطيت فيها زيت النباتي وعليت الحرارة ليسخن الزيت لحتى وقت أفتح الطنجرة لقى هيدي الدخنة اللي طلعت، هيدي اللي بنكون عم نسميها تعطير للزيت، اللي هي فينا نعمله في ماء إذا بدنا ندخن الزيت أكتر. هيدي النكهة أنا بفضل تنعمل بس بالزيت النباتي لأنه زيت النباتي ما حيعطي طعمة حريق مثل زيت الزيتون، ففضل نعملها بالزيت النباتي ناخد هذه النكهة الحدة وبتعطينا نكهات أطيب مع الطبق. هلأ بداية هذا الطبق شوي مميز بطريقة تحضيره أنه مبلش بمكوناته بالبهارات أول شيء بدون أي مكونات أخرى. أول شيء رح أحط عودين القرفة، هحط ورق الغار كمان اليابسين ممكن استعمالهم أخضر، إذا استعملتهم أخضر بحط ورقتين مش أكتر لأنه بتبقى طعمتها أقوى. رح أحط البهارات، الكمون، العقد الصفرة، أكيد مثل ما شايفين مشاهدينا المكونات عم يمروا قدامكم على الشاشة، حضروا ورقة وقلم وسجلوهم، كمان رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من البهار الأبيض. أنا أول شيء بلشت بالبهارات لحتى مثل ما قلت حتى مثل ما بلشنا بالزيت خلينا الزيت يعطي نكهة التعقيق التدخين يعني الفيمي، عم ضيف كمان البهارات بهيدي الطعمة بتصير الطعمة أقوى وأشهى أكيد. عم أقلبهم شوي، ما بديهم يحترقوا بديهم ياخدوا ريحة، مثل ما ملاحظين صارت الريحة هيك وصلة لعندكم حلوة. هلأ بعلي النار وبلش ضيف المكونات تدريجيا، رح بلش بالبصل الجوانح قلبهم مظبوط معهم دغري. وقت حطيت البصل اذا بتلاحظوا البهارات اخذت اللون فيها، وهيدا الشيء اللي انا بدي اياه، بدي البصله انا وعم قليها تستوي بس يبقى اخذ اللون الاصفر اللي هو لون عقده الصفرة. هلا كمان عم كفي تقليبهم، هلا بضيف رشه ثانيه من الملح كرمال البصل يطلع الخواص من قلبها، كمان باستمرار بالتقليب. بهيدا الوقت اللي هي البصلة مع البهارات عم يتقلوا برجع بغطي الطنجرة لحتى تدبل البصلة بوقت أسرع. كمان محضر بطنجرة تانية كمان نفس الطريقة، الزيت خليته ياخد هيدا الطعمة. هلأ ضيف عليهم بصل الجواني. هلأ مشاهدينا عبلشت بتحضير كمان التحضير الأولية للشوربة لأنه كمان تاخذ جزء من الوقت، بهذا الوقت اللي بنكون نحن عم نقلي فيه البصله رح بلش بالشوربه اللي هي حطيت زيت النباتي عفوا مع البصله، خلينا يتقلبوا. ضيف قطعه صغيره من الزبده على البصله لحتى تعطيني كمان طعمه ثانيه، طعمه الدسامه بقلبها كثير موجوده. كمان تقليب. هلا هون بس انا بلشت مثل ما بيقولوا بردت الزيت بالبصله، بعلي برجع الحراره لخليها بلش تتقلى مظبوط وتاخذ النكهات.
هلا رش صغيره من الملح. الشوربه كثير سهله، مكوناتها كمان بسيطه. بفضل استعمل فيها الكمون لحتى تخفف من حديه الزهره او القرنبيط، لانه بتعرفوا القرنبيط نوع من انواع الخضار العاليه بالمواد الاسيد والكربون، فهيدا الشيء بياثر على معده الاشخاص. قليل عادة شاف ما نستعمل الكمون مع الخضروات، عادة مع الحبوب أكثر. صحيح صحيح، بس لأنه كمان في بعض المكونات مثل الخضار موجود فيها الأشياء الموجودة بالحبوب، نعم. يفضل نحن استعمال الكمون فيها، خاصة أنا استعملت الكمون لأن نكهة دمج القرنبيط مع الكمون كثير طيبة، يعني إذا بتلاحظوا وقت بنعمل قرنبيط مقلي مع طحينة بنكون ضايفين لها كمون، يعني الطعمات كثير قريبة. هلا شفتوا البصله كيف صار لونها وصارت دبلانه، ما بقى بدي اخليها تستوي اكثر، هلا بدي اضيف عليها اللحمه لحتى اخليها تستوي بخواص اللحمه. هلا بنزل اللحمه المفرومه عليهم. ممكن استبدال اللحمه المفرومه باللحمه الموزات، طبعا لانه فينا تكون فيها لحمه موزات، بس انا بفضلها باللحمه المفرومه، هيك بتصير اللحمه موجوده بكل الطبق، وهذا الشيء بيساعدنا اكثر بكل لقمه بيبقى واحد عم ياخذ من كل النكهات. على كل حال في شيء بيمنع انه نقطع لحم الموزات بطريقه اللحمه المفرومه او قطع صغيره جدا؟ ممكن تقطع تقطيع صغير، بس ما فينا نعملها مثل المفرومه لانه بتقسى، نعم. لانه بدها وقت كثير لتستوي. اوكي هلا التقليب مستمر. هلا هون رح ضيف على البصله القرنبيط هون بالشوربه، حتى برجع بذكر نحن هلا كمان مكونات الشوربه ضفت القرنبيط عليهم، كمان بتركهم يتقلبوا شوي معهم، ما كثير بدي اقلبهم بس شيء بسيط. ضافت الملح والبهار الابيض، انا كنت حاطط الملح مع البصله وضيف البهار الابيض عليها، كمان خليهم يتقلبوا مع بعضهم. ضيف عليهم شوي من مرق الدجاج او اللحم مع الشوربه، انا حطيت مرقه الدجاج، ما بدي كثير كتر مرق، بدي خليهم هيك يبلشوا يستووا على مهل، اتركهم يتقلبوا بهيدي الطريقه. هون انا عم بسلق سره القرنبيط بميه البصل بمرقه الدجاج، متركهم على نار خفيفه حوالي 25 دقيقه بتستوي مزبوط، بعدين بضيف عليها البازيلا لنطحنها وننهيها. هلا هون اللحمه صارت بيعت فرطت عن بعضها، صارت كثير منيحه بهيدي الطريقه اللي انا عم بقلب فيها، هي حتساعدنا اكثر لحتى تكون قطع اللحمه فرطت عن بعضها، لانه انا خاصه استعملت لحمه مفرومه خشنه مش ناعمه، بفضل تكون خشنه لحتى تبقى كمان قطعه اللحمه اكبر. هلا القرنبيط بدي اضيفه هون على اللحمه والبصله كمان، كمان تقليب صغير مش كتير. هلا هون اذا بتلاحظ اول ما بلشت عم بقلب وحطيت القرنبيط عليهم صار القرنبيط عم تاخذ لون العقد الصفرا اللي هو الاصفر، يعني وقتها حتستوي الطبخه كلها حيكون لون القرنبيط اصفر مش بني، هذا الشيء اللي كتير ضروري يكون بهذا الطبق. طبعا ممكن كمان نقلي الباذنجان عفوا القرنبيط او الزهره قبل ما نحطها بالطبخه مثل ممكن قلي عم تسالي انه نكون نقليها طبعا نحطها نية بتعطي صحيح. هلا اذا بدنا نقليها انا بفضل اسلقها بشويه مي قبل بساعتين، حطها على ورق خاص ليمتص المي من قلبها، تنشف بعدين برجع بقليها بالزيت. واحد تكون خففت طعمة القوية بقلبها للزهرة، واثنين بحافظ على شكلها بطل تفرط، وثلاثة وقتها بقليها وبحطها بقلب الطبق بتبقى كريسبي من جوا. صحيح. كلها الزهرة. هلا أنا هون اليوم ليه ما استعملتها كريسبي؟ لأن أنا بدي خلي الخواص الموجود بقلب القرنبيط يطلع لحتى يصير الرز ما يكون عم هرهر. أنا المي اللي بدها تطلع من القرنبيط حتخلي الرز يكمش على بعضه، واللي هو حيصير
صير فعليا مقلوبة مثل ما هي الطنجرة بتنطبخ تنقلب كلها سوا، كرمال هيك حتى نأكد هذا الاسم انها مقلوبة. بس طبعا في طناجر خاصة للمقلوبة اللي هي بتكون اقل غمق من هيدي الطنجرة، اذا ما كانت موجودة انا حورجيهم طريقة تانية كيف طريقة سكبها بنفس الطريقة اللي حتكون مقلوبة تسمى مقلوبة هكا اسمها شيف. صح، نحن عنا موجودة بلبنان هي مقلوبة البتنجان نفس الطريقة تقريبا، بس اللي بيختلف انه البتنجان بيكون مقطع دوائر او مكعبات مقليين بالزيت الغميق بعدين بنحطه بالطبق. بس ليه اسمها مقلوبة؟ شيف هي المقلوبة مثل المدلوقة لأنه بس مدلوقة. في ناس بيقولوا لها هيك يعني حسب صراحة كل منطقة بلبنان كله واقع بالنهاية كله واقع كله مقلوب. فبكل منطقة مثل ما كنت عم بقول لك وعد انه بسموها اسم معين. نعم. هلا بس هي بالاهم مثل ما رجعت انا ذكرت اول شيء انه الهدف منها هيدي الطبخة انه عن جد نرجع بس نسكبها، مش انه نشيل بالمعلقة ونسكب، نحط الطنجرة كلها ونقلبها. فهيدا الشيء اللي هو بيعطينا هيدا الاسم انه كانت مقلوب. من زمان وكان طبق كثير شعبي فقير اللي هو ما كانوا يستعملوا فيها اللحمة، بعدين مع الوقت صار يضيفوا بقلب اللحمة كانت هي معروفة رز مع باذنجان وبس. فهيدا الطبق اللي كان كتير قديم بس مشهور أنا كتير بحبه ولازم نضوي عليه أكتر. نعم. حجيب أنا شوية مي، نحن طبعا في مرق لحمة بس أنا أول شيء رح ضيف شوية من المي لحتى خلي الأرنبيط يبلش يستوي، بعدين منضيف عليه. شيف سؤال، من محبب ماء سخون أو ماء عادي نروان؟ أنا بالطبخ ما عندي مشكلة إنه يكون مي سخن أو بارد، بس هلأ عادة في طبخات يعني مثلا هلأ هون أنا الرز حتى أكون عم بسرع بالوقت أكتر والأرنبيط يستوي أكتر بضيف عليهم مي سخنة. بس هي أنا أصولا للطبخة أنا شخصيا بعتبرها إنه دائما بنبلش بالمراحل من البارد للسخن، خاصة إذا عم تطبخ طبخ خليه ياخد وقته كافي ويكون عم ياخذ النكهات مثل ما هي. اذا انا سرعت انه الخضره مثلا في اشخاص بسخنوا الخضره بالميكروويف وبضيفوا مي سخنه انه حتى نسهل بالطبق، بس هيك عم نخسر كثير من طعمات ومن نكهات بقلب الطبق موجوده. هلا بهيدا الوقت انا عم بقلبهم، رح اتركهم حوالي 10 دقائق او ربع ساعه على نار خفيفه مغطيين، بس لما يغلوا مزبوط رح اضيف عليهم بقيه المرق اللحمه واحط عليهم الرز واتركهم يغلوا على نار خفيفه، نوص النار لحتى يستوي الرز اخر شيء، واكيد بنورجيكم اكيد طريقه التقديم. بهذا الوقت رح ارجع لعندكم امين ووعد، واكيد تابعونا نشوف كيف حنقدمه بعد شوي. شكرا شيف، واكيد رح نرجع لعندك بمحطات لاحقه. اما الان مشاهدينا فاصل نتابع من بعده باقي فقراتنا فابقوا معنا. صباح النور مجددا مشاهدينا، اما الان فالى الزميله رويدة بعيد ومحطتنا السياسيه الثانيه لليوم ومع الخبر. شكرا لك ساره، اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا موجز لاهم الانباء. الفصائل الفلسطينيه تتوعد الاحتلال الاسرائيلي برد موحد على قصف جيش الاحتلال لنفق قرب حدود قطاع غزه اسفر عن سقوط 8 شهداء و12 جريحا في صفوف الفلسطينيين. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول على مدينة درنا الليبية أمس إلى 17 قتيلا إضافة إلى 30 جريحا بحسب مصادر مطلعة في المدينة. وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين ريكس تيلرسون وجيمس ماتس يطالبان الكونغرس بمنح تفويض جديد للإدارة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية الخارجية، حيث قال تيلرسون أن تفويض الكونغرس لا يجب أن يتم تقييده بزمان أو مكان. الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعلن أنه سيضغط على كل الدول لتطبيق عقوبات على كوريا الشمالية بهدف الضغط للوصول إلى حل سلمي، وذلك قبيل اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو. نقاشنا اليوم سيتناول الأزمة الخليجية، نتناولها على خلفية بعض التطورات الأخيرة منها مقابلة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع قناة أمريكية أكد فيها استعداد الدوحة للحوار من أجل حل الأزمة. أما التطور على الطرف الثاني فهو تصعيد من قبل مملكة البحرين، حيث طالب وزير خارجيتها بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي قبل القمة الخليجية المقبلة للوقوف
أكثر على هذه التطورات ينضم إلينا الكاتب والباحث صقر أبو فخر. صباح الخير. يا هلا، كيفك؟ أستاذ صقر، ما هو تقييمك لهذه المقابلة التي أجراها الأمير القطري مع القناة الأمريكية؟ برأيك ما هي أهم الرسائل التي يعني أراد توجيهها؟ في رسالتين ما لفت نظري في هذه المقابلة، هو قول سمو الشيخ تميم إنه دول الحصار تريد تغيير النظام في قطر، وهذه رسالة خطيرة جدا جدا، ويحق لي كمراقب أن أتساءل كيف يتسنى تغيير النظام في قطر، إما بالتدخل العسكري يعني من السعودية، وهذا أمر مستبعد، خاصة الأمريكيين أكدوا للشيخ تميم أنه هذا الأمر لن يسمح به، وأبعد من ذلك هذا أمر خطير جدا لأنه سيشرع المنطقة على تدخلات إقليمية ودولية كثيرة وستحترق المنطقة بالتأكيد. لذلك أستبعد التدخل العسكري مع أني لا أصدق كثيرا الأمريكيين وسياستهم الخارجية، أو بانقلاب داخلي، لكن أيضا هذا هو مستبعد بسبب كما نعرف البنية البشرية والقبلية في دول الخليج العربي لا تسمح بمثل هذه التغييرات، وربما كان قد حصل ذلك خلال يعني الجولات الخارجية التي قام بها الأمير خلال الفترة صحيح. الماضية صحيح. طب أيضا يعني قال الأمير القطري أنه قطر أصبحت أقوى بعد الحصار مما كانت قبله، برأيك يعني هذا كلام قريب إلى الواقع أم أنه ربما كلام لجحث الهمم أكثر ويعني محاولة الصمود مدة أطول بالنسبة للدوحة؟ تستطيع الدوحة الصمود في النهاية، لأن الدول الأخرى ما يسمى دول الحصار عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة، هي قادرة على الإيذاء، الحصار بحد ذاته مؤذي لقطر لكنه ليس حاسما. المريب في الأمر، هناك شيء مريب يعني، بالإضافة أنه الأمير قطر يقول أن هناك من يسعى لتغيير النظام، في الوقت نفسه مملكة البحرين وهي لا تنطق باسمها بل تنطق باسم السعودية تقول أنا لن تحضر القمة الخليجية المقبلة في ديسمبر المقبل إذا حضرتها قطر، وبالتالي هن الدول المجلس التعاون الخليجي على وشك اتخاذ قرار إما بتأجيل القمة لأن مسألة يعني حتى الآن غير محسومة، وإما بعقد القمة لكن من دون قطر، وهذا يعني انهيار مجلس التعاون الخليجي. وزير خارجية البحرين يقول بأنه قطر تسعى إلى يعني أن تشتري الوقت من حتى موعد القمة، كيف ممكن أن تشتري الدوحة الوقت؟ يعني ما الذي يقصده برأيك؟ مجرد كلام، أنا برأيي ثرثرة، هناك الكثير من الثرثرة في التصريحات في الآونة الأخيرة. لا تشتري الوقت، هناك أزمة وهذه الأزمة لم يتم تعول برأيك الدوحة على هذه القمة من أجل الحل؟ هكذا من المفروض أن تعالج كل مشاكل الخليج في القمة الخليجية، لكن إذا كان هناك نية لرفض دعوة قطر هذا يعني أن هناك أطراف لا تريد معالجة الأزمة، ولا ننسى أن الكويت لها موقف مستقل إلى حد كبير، عمان لها موقف مستقل إلى حد كبير، فبالتالي لا يبقى أحد إلا السعودية والإمارات والبحرين، وبهذا المعنى هذا هو انهيار مجلس التعاون الخليجي. هل الكويت ممكن أن يكون لها موقف مغاير، خصوصا أنه هذه القمة التي ستحصل ستكون في الكويت؟ نعم، لا، الكويت حتى الآن موقفها واضح، هي تسعى إلى أن يتحاور الجميع على الطاولة ومن دون أي شروط مسبقة، هذا هو الموقف العام، لكن الدول الحصار مصر خارج طبعا القمة الخارجية، ممكن أن تحضر كمراقب يعني أو ترسل مندوبا عنها، برأيي هذه الدول الثلاثة لا تريد التحاور من دون شروط، بل هي تريد أن تفرض شروطا أشار لها الأمير تميم، أشار أنهم يريدون يعني نزع استقلالنا والتدخل في شؤوننا ويعني ونزع حريتنا في الإعلام وفي السياسة الخارجية. إذا ظلت الكويت على موقفها، عمان على موقفها، هل من الممكن يعني هل هناك آلية محددة لتجميد عضوية أي دولة في مجلس التعاون الخليجي؟ هل تستطيع الدول الثلاثة الأخرى أن تقوم بهذه الخطوة؟ حسب علمي نعم تستطيع إذا أخذت موافقة الأغلبية الدول، لا أعرف إذا بالإجماع أو بالأغلبية، لكن إذا كان هناك عائق فبلا شك على القمة ستتأجل. طب يعني أمد هذه الأزمة برأيك أستاذ صقر؟ يعني اليوم مر أكثر من 5 شهور والأمور تعتبر بأنها يعني نحن في ستاتيكو حتى الآن، الموقف الأمريكي ما زال مبهما، لا يبدو بأن هناك رغبة أمريكية حقيقية في إحداث أي تغيير، لماذا حتى الآن برأيك؟
الأمريكيون غير خاسرين في أي حال. الجميع يسعى الآن إلى كسب الموقف الأمريكي. الأمريكيون يقولون كلام عام، لا نريد أي اقتتال، لا نريد أن تزداد الأزمة تفاقما، نسعى إلى الحوار المشترك. وهناك دعوة قبيلها الأمير تميم إلى كامب ديفيد، لكن بقية الأطراف لم تقبلها، وبالتالي فشلت دعوة الأمريكية. وزير الدفاع تحدث منذ فترة عن أنه هم غير قادرين على التوصل في هذه المرحلة إلى جمع الجميع والوصول إلى تفاهم لحل هذه الأزمة. فبالتالي والجهد الأمريكي يعني الآن يعني جهده بكوريا، وجهده المقبل ربما يكون في فلسطين، وهناك مشكلة إيران وصفقات السلاح تم عقدها منذ بداية هذه الأزمة. ولكن يعني حتى الأمير تميم في المقابلة الأمريكية قال وبشكل واضح نحن الآن أقرب إلى إيران، لأنه بطبيعة الحال يعني بعد الحصار اضطرت الدوحة إلى فتح الأبواب أو عقد الصفقات التجارية مع إيران. طب هذا الكلام لا يقلق الأمريكيين في ظل أو في عز هذه الموجة التصعيدية ضد طهران اليوم؟ يعني الأمريكيون طبعا كما قلت هناك حركة تصعيدية ضد إيران، لكن هم يعرفون تماما أن العلاقات القطرية الإيرانية هي أدنى من العلاقات السعودية والإماراتية الإيرانية. هذه ثرثرة سياسية، ليس هو هذا السبب. تماما كما تقول الدعاية السعودية على سبيل المثال أنهم مختلفين مع قطر على دعم الإرهاب، أنه قطر تدعم الإرهاب. من أي حق أي إنسان كاتب أو سياسي أو صاحب رأي أن ينتقد السياسة الخارجية القطرية، لكن مش السعودية، لأن صناعة الإرهاب كانت تتم في السعودية وليس في قطر يعني في الأساس. هذه ثرثرة، هناك أسباب أخرى مخفية لا يتحدث عنها أحد. لماذا هم ضد قطر؟ لأنها مستقلة وهذا لا يريدونه، يريدون على طريقة ياسمان يعني أنه إذا بده يفوت ينام الواحد بالدوحة لازم يتصل بالرياض ويأخذ إذن. هذا انتهى، هذا العصر ما عاد موجود. يريدون مساهمة أقوى لقطر في الحرب على اليمن، ومع الأسف هذه الحرب على اليمن دمرت اليمن ولم تتقدم السعودية سنتيمترا واحدا في الأراضي اليمنية وهي مفتوحة في أي حال. لا تريد قطر أن تضم، علما أن هي جزء من التحالف العربي سابقا، لكنها لم تكن يعني ذات فعالية في الحرب على اليمن، تريد أن تساهم حتى ماليا في نفقات هذه الحرب إلى آخره. يعني ممنوع الخروج من تحت عباءة الأخ الأكبر أي السعودية، هذا مما لا يرضي السعودية على. طب ما هي الأوراق التي يمكن طرحها على طاولة الحوار إن حصلت حتى يتنازل الطرفان وبالتالي الوصول إلى نقطة وسط، إلى حل وسط؟ يعني ما الذي تريده أو مستعدة أن تتنازل عنه الدول الحصار، وما الذي مستعدة أن تتنازل عنه قطر للوصول إلى حل وسط برأيك؟ يعني نقاط الخلاف الجوهرية وليست الإعلامية، أن قطر اختطت سياسة منذ فترة طويلة هي استقبال المنفيين العرب أو القوى السياسية المعارضة العربية. يعني لديها بعثيين من العراق على سبيل المثال، لديها طالبان، والأمير تميم أشار أنه هذا بطلب أمريكي، يعني ائتوا بطالبان إلى الدوحة كي نستطيع أن نتحاور معهم مباشرة. هم حضروا الإخوان المسلمين حينما غيرت السعودية موقفها من الإخوان المسلمين وبالتحالف مع مصر لوضع حد للنفوذ التركي على الأقل. طيب بقيت قطر محتضنة الإخوان المسلمين، حركة حماس على سبيل المثال، وكانت معادية لمصر. بس أليس كل هذا الاحتضان، ولكن اسمح لي أستاذ صقر، أليس كل هذا الاحتضان وكل هذه السياسات القطرية أيضا من أجل أن تكسب التوحة نفوذا في المنطقة؟ دولة بحجم قطر صغيرة تريد أيضا أن تضع لها قدم في كل دولة، خصوصا الدول التي يعني يشوبها خلافات. صحيح، من حق أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة أن تسعى إلى تكبير نفوذها وتكبير حجمها بالوسائل المتاحة، وهذا ما تحاول أن تفعله قطر. يعني قناة الجزيرة مع تحفظ الكبير عن سياسات الجزيرة في المرحلة الأخيرة، لكن الجزيرة كانت دولة إعلامية لم يبقى بدأت عهدا جديدا من العالم الإعلامي بالضبط بالفضاء مع افتتاح الفضائيات في منطقتنا. بدون شك من حق قطر أن تفعل ذلك، لكن الآخرون لا يريدون أن تكبر قطر خارج نطاقها المحدود. وعلى سبيل المثال أحد المسؤولين بالإمارات يقول على قطر أن تتخلى عن كأس العالم 2022. ما علاقة الخلاف السياسي بمثل هذا الأمر؟ غيرة من ناحية، ولا يريدون أن يكبر حجم قطر السياسي. هو كبير بالمال لكنه سياسيا على نطاق الخليج لا يريدون أن تتجاوز قدر حدود الأخ الأكبر وأن تكون لها سياسة مستقلة إلى حد كبير. أستاذ صقر أبو فخر، شكرا لك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية، والآن عودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور.
شكرا لك رويدة ولضيفك. مشاهدين الآن من أخبار السياسة إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل أحمد الهاشمي وهاشتاغ صباح النور. صباح النور. حتى الدخلة تغيرت. اي اكيد لازم اي كله يتغير. صباح النور وعد. صباح النور وعد. صباح النور وعد. انت ما راح اصبح عليك ابدا. صباح النور ساره. صباح النور احمد. حبيبه القلوب ساره والله. اهلا وسهلا. انت شبيك كارهني بالكواليس؟ بالكواليس كارهني. ما بعرف ممنوح انت ما تضل هنا. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم. صباح النور. طبعا هذا الحقد الخفي اللي ظهر امامكم على امين كان لان قلل من قيمه فقره هاشتاج صباح النور يوم السبت. سيبا جانتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. نرحب بكم طبعا دائما بصباحياتنا الالكترونيه الهاشتاجيه المميزه، هاشتاج الساعات القليله الماضيه من العالم العربي والعالم اذا كان اكو شيء باللغه العربيه. خلينا نبداهم، راح تكون البدايه مع المملكه العربيه السعوديه. الهاشتاج الاول كلمه مشهوره لوالدتك، كلمه مشهوره لوالدتك، اكثر كلمه الوالده الله يحفظها تقولها. اركح. يعني؟ أركح يعني بالتونسي أهدى؟ يعني أهدى. آه يعني والله على فكرة عندنا بالعراق هم أكو أركح. أركح هم أهدى والله. أنت عراقي من الموصل على حرف عنا أركع يعني هذه كتير كان فينيسيون الأساس. آه أوكي. وعد الوالدة أكثر كلمة إن شاء الله. إن شاء الله. هذا التأجيل سارة. حسبي الله ونعم عليك. عليك عليك. الهاشتاج الثاني كان هل ترضي تتزوج، هل ترضى تتزوج؟ طبعا دائما مشاهدينا نحن ننقل الهاشتاج مثل ما هو، فالاخطاء الاملائيه يعني ننقلها بس مع التنويه لها. هل ترضى تتزوج بنت تدخل الملاعب؟ طبعا هذا الهاشتاج طبعا كان اكو اهتمام جدا كبير عليه من بعد عدم الممانعه اللي حصلت على دخول العائلات الى ملاعب كره القدم في المملكه العربيه السعوديه. خلينا نشوف الصوره اللي من بعد ذلك اللي كانت تتكلم عن هذا الموضوع. منال من السعودية حطت هذا التويت. تقول منال: يقول تحقيقا لرغبة المجتمع، طبعا عن الفيديو اللي كان له علاقة ب يعني أحد المسؤولين الذين يقولون ب يعني أن المجتمع هو الذي رغب بوجود الفتيات في الملاعب. فيقول تحقيقا لرغبة المجتمع: والله رغبة المجتمع الحقيقية هي حل أزمة السكن ومشكلة البطالة وزيادة الرواتب وتوظيف الخريجات القديمات وإعانة المطلقات والأرامل وتسليم المعيلة سكن وتسليم المعيلة سكن. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه مال أمك أفتيها. أوكي. هذه رغبة الدخلاء والدخيلات على المجتمع مو رغبة المجتمع. والهاشتاج رسميا دخول العائلات للملاعب. كان الهاشتاج هذا ما طول كثير لأن الهاشتاج الأول اللي طبعا كنا نتكلم عنه هو اللي أخذ أكبر حيز. من بعد المملكة العربية السعودية اسمحونا ننتقل إلى الكويت. الكويت الهاشتاج الأول كان الكويت السعودية عينين برأس. الهاشتاج الثاني هل ترضى تتزوج بنت تدخل الملاعب، تكلمنا عنه. والهاشتاج الثالث اللي من بعد الساعة 2 ظهرا لعب وأتوقع أن استمر إلى اليوم، استقالة الحكومة. وكان الكل طبعا دا ينوه على الأوضاع السياسية وعلى والكل أبدأ يحط نكات على أنه ماكو حكومة تطول بدولة الكويت. زين، من بعد ذلك ننتقل إلى البحرين. البحرين هاشتاج الأول هل ترى تتزوج طبيبة؟ تتزوج طبيبة؟ شبيهم الهاشتاجات كلهم على الزواج اليوم. شايف؟ والله انا مالي علاقه، والله العظيم مالي علاقه، افتحوا التويتر وشوفوا. بس من تمام انت شلون شو رايك بالهاشتاج؟ طبيبه ليش ليه؟ اذا تداويني وتداوي قلبي لماذا؟ اديني تداوي قلبي. روح. الهاشتاج الثاني كان صباح الخير، لازم نبدله الهاشتاج الثاني، نسوي صباح النور، مالي علاقه. زين، من بعد ذلك ننتقل بعد اذنكم مشاهدينا الى قطر. دولة قطر كان الهاشتاج الأول بها تميم بن حمد. الهاشتاج الأول انتشر بقوة يعني كبيرة، هو الهاشتاج الثاني ومجموعة كبيرة من الهاشتاجز، بس هذول الاثنين هم اللي تصدروا بعد لقاء الأمير تميم اللي انتشر على في برنامج 60 دقيقة. أحمد تفضلي. يبدو أنه الحضور النسائي على تويتر ضعيف شوي لأنه ما شفنا هاشتاجز مقابل. لا هو أتوقع يراد ليوم يومين ويطلع. يلا نحن ما راح نتوب. أنا ستاند باي. بعد قطر مشاهدينا اسمحوا لنا ننتقل الى لبنان اخر بلد معانا. الهاشتاج الاول كان باسيل، جبران باسيل، والهاشتاج الثاني كان فينيانوس للسباحه. الفكره بانه وزير الاشغال وزير الاشغال والنقل طلع يعني تويتر على حسابه الشخصي على تويتر وكان التالي، خلينا نشوفه. قال: لم أشهد يوما هذا الكم من الأكاذيب، برك من المياه صنيعة عقولكم الفارغة، أقترح عليكم كمية من الأسفلت لسد فراغ
عقولكم. طبعا هذا الكلام لامس أحاسيس الناس الموجود طبعا اللبنانيين الموجودين على تويتر، وردوا بأنه لا البرك موجودة والكلام هذا يرد عليك. طبعا ما رح نحط السجالات والكلام والكلام المضاد، رح نشوف الصور اللي عبروا عنها اللبنانيين على تويتر. نشوف الصورة الثانية، واضح بأنه هذا الأمر كان مأخوذ وتم عمل تاج عليه بالوقت، بالإضافة إلى اللايف فيديوز اللي كانت موجودة ردا على الوزير. وهذه طبعا كانت الصورة الثانية اللي لها علاقة بالبرك اللي انتشرت خلال الأمطار. طبعا نحن ما زلنا لحد الآن نعيش في بيروت كذلك وفي لبنان أجواء الشتاء اللطيفة. أنا أحب الشتاء والبرد والسوالف. زي مشاهدينا بعد إذنكم خلينا نشوف الأمان أثناء القيادة، قيادة الدراجات النارية بالتحديد. يعتبر هاجس، وهو يعتبر يعني بيني وبينكم الهاجس الأول لأصحاب هذه الرياضة أو المركبة أو وسيلة النقل، سموها ما شئتم. ولكن هذا الاختراع بدأ يعمل على تطويع تكنولوجيا الكاميرات لخدمة سائق الدراجة النارية عبر الخوذة. اختراع تكنولوجيا خوذة سيادك. نشوف نافيجيشن كاميرا بنفس الهلمت بنفس الخوذة، ما مضطر انك تشوف ورا اذا صار عندك مشكلة بالاضاءة، اذا صار عندك مشكلة بالموضوع. تكنولوجيا تتعاون مع الانسان داخل الاطار العادي اللي هو اطار الحماية الشخصية. خلينا بعد اذنكم مشاهدينا وليهنون الزملاء الاعزاء ننتقل الى هذه الغيرة المبكرة اللي هو واضح بانه سؤال يطرح على المتخصصين ليجيبوا عنه. شنو هي الفكرة؟ بلا ما نتكلم كثير نشوف بدون تعليق. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. أنا أنهيت الفكرة. لا، البنت وأبوها وعلاقتهم الدائمة. خلاص. دائما علاقة البنت وأبوها كذا. البنت سر أبوها، الأب سر بنته، يعني هذه الأشياء متبادلة. مشاهدين يعطيكم ألف عافية. دائما نقول بأن هذه الفقرة يعني واقعة تحت ذمة من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ننقل الفكرة كما هي، ننقل أحداث كما هي، ما راح نزيد التلوين اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، تلوين أكثر. وصباح النور. ميرسي يا أحمد، شكرا ليك وشكرا لهالفقرة الحلوة. الآن مشاهدينا كالعادة من مواقع التواصل الاجتماعي ومطبخ الهاشتاجات إلى مطبخ صباح النور، وأين أصبحت تحضيرات الشيف فؤاد في فقرة ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا مرة جديدة، أهلا وسهلا فيكم. مثل ما ذكرنا نحن بدنا تقريبا كان 10 دقائق ربع ساعة لتكون الخضرة استوت اللي هي الأرنبيط أو الزهرة. هلأ نوعا ما صارت مستوية مثل ما أنا بدي. هلأ حنكفي بس بالشوربة لأن الشوربة ما بدها كتير وقت. إذا ملاحظين كيف صارت حبوب الأرنبيط عم تفرط، أنا كنت سبق وبرشت حبة البطاطا العادية، قشرتها برشتها ضفتها عليهم لأنه بدها كمان شوية وقت معهم، وتركتها تتقلب معهم. وقت حطيت البطاطا إذا تلاحظوا صارت المي أسمك شوي لأنه النشا اللي بالبطاطا صار عم بشدها. طبعا هلا وقت بدي ارجع اطحنها للشوربه كمان رح تشد اكثر معنا. طبعا مشاهدينا المكونات عم تمرق هلا قدامكم على الشاشه، رح ضيف عليهم البازيلا. البازيلا انا هون تركتها للاخر، ما بديها تنطبخ، ما بديها تستوي، بديها بس هيك تاخذ حراره شوي، بدي بس ارجع اطحنها لانه مع الشوربه كلها. بترككم يتقلبوا هيك شوي مع بعضهم تاخذ حراره بسيطه. هيدي الحراره اللي عم بعطيها اياها بس لحتى تساعدني انه حبه البازيلا تنطحن مش اكثر. هلا هون رح نرجع للطبق الرئيسي هو المقلوبه. اذا ملاحظين كمان هون حبوب الزهره او الارنبيط صاروا مستويين مثل ما لازم، الخلطه كلها صارت مع بعضها جاهزه، بعد بدها اضافه للرز وبقيه الاشياء. هلا بس تاني مرة قبل ما نرجع نضيف الرز برجع بضيف مرة صغيرة من البهارات اللي هي هلا بدي اياها البهارات تنسلق بالمي، لأنه هلا حنحط الرز حنرجع نغليهم مع المي، فأنا هيدا الشيء اللي بدي اياه، رشة صغيرة جديدة من الهيل والبهار الأبيض. هون هيدي الطعمات هلا عم تصير
عم بقوي الطعمة الأولى مش عم ضيف طعمة. العقدة الصفراء لأول لون بس مش أكتر. ورق الغار وعود القرفة بطلت بحاجة لإله لأنه من الأساس هي أخذت الطعمة اللي بدها إياها. برجع بقلبهم شوي. كمان في عندي الحر الأخضر اللي هو كتير أساسي بهذا الطبق. هون أنا الحر ما رح قطعهم ولا حنهيدهم، حنخليهم مثل ما هني بشكلهم. ممكن نشقهم بالسكينة مثل ما أنا عم شقها بهذه الطريقة، بس شقيتها من الميلتين بس خليتها متماسكة ببعضها. هون أنا مش عم بخلي الطبق يصير حر، عم بعطيه نكهة الحر مش أكتر. ممكن إذا ما بدنا بالسكينة فينا بالشوكة نشكها كمان بنقدر. هلا هاي الطريقة كمان اتركهم يتقلبوا شوي مع الحار. وهلا بضيف عليهم الرز. الرز مغسل ومنشف بضيفوا عليهم. شيف انا عاوز اسال سؤال، دائما الرز عنده مقاس على حسب نوع الرز، انه يا اما كوبايه رز لكوبايتين مويه او كوبايه لكوبايه ونص على حسب نوعه. صح. ده لما نكون عايزين نعمل رز ابيض. طب لما يكون عندنا مكونات زياده زي الليله بنعمل حسابه في المويه انه بنقصها او لا؟ اكيد بنعمل حسابنا انه المويه ننقصها، لسبب انه نحن وقتها هون في عندنا خضره، الخضره دائما بتكون ممتصه مي، وقتها حنحط نرجع الرز حيرجع الرز يسحب المي من هيدي الخضره، يعني نحن حطينا كبايتين رز، المفروض نرجع نحط نحط لهم تقريبا كبايه ونص مي مش كبايتين. بالمقلوبه عم نحكي، لسبب انه المقلوبه انا هدفي ما بدي اياها تكون الرز مفرفط، بدي اياها تكون كامشه على بعضها او مثل خابصه شوي. هذا هو الفرق بس. هلا مثل ما شايفين حقلبتهم مزبوط، رح ضيف عليهم المرق. واتركهم على نار خفيفه لحتى بلش تغلي. بستغل المي بخفف النار برجع على اخف درجه وبضيف عليها وبغطيها وبتركها تقريبا حوالي العشر دقائق. هلا هون عندنا الشوربه صارت نوعا ما جاهزه، بدي اطحنها. ممكن طحنها بالزنزان اللي موجود معنا او ممكن بالخلاط الخاص بالبيت اللي موجود عندهم الجرن يعني. طب شيف شوربة الخضار يعني بالطريقة دي كثافتها، لأنه في أسر بتحب الشوربة ثقيلة شوية وفي أسر بتحبها خفيفة، صح بتتحكم فيها بكمية البطاطا اللي بنضيفها؟ هلا نحن عادة فينا نتحكم فيها بكمية البطاطا، أنا اليوم أتحكم فيها بالنشا، لأنه هلا بس أطحنها آخر شيء ممكن إضافة صغيرة للنشا حسب سماكة الصلصة وقتها بدنا نحط وقتها بدنا الشوربة وقتها نغليها حسب سماكتها ببين معنا إذا نحن بحاجة للنشا ولا لا، لأنه أوقات أنواع البطاطا مثل هلا بوقتنا كمية النشا الموجودة بالبطاطا كثير عالية هلا، بس بموسم الصيف كمية النشا بتقل. حتى طريقة الطحن بتأثر على كثافتها أو صح سمكتها. صح طريقة الطحن يعني إذا بنطحنها شوي أو على البلندر صح. هلا إذا طحناها هون بالطريقة اللي عم بطحنها ممكن ما تكون كثير بحاجة لكمية شوي عالية من النشا، لأنه الخضرة انطحنت، البطاطا انهرست، طلع النشا كله من قلبها، صار النشا مطحون، يعني النشا طبيعي فينا نعتبر، فهذا كثير بساعدنا بالشوربات اللي إحنا عم نحضرها. مثل ما شايفين طريقة الطحن اللي انا هلا حاكد لكم اياه، انه نحن بس حخلص طحنا للشوربه، نحن حنكون ما حنكون بحاجه للنشا، بس ضروري انا حاطط بالوصف النشا لانه بحال كان في عندنا غلط صغير بعيار المي او شيء النشا بيكون موجود عندنا ستاند باي لحتى نقدر نشد فيه الشوربه. شيف شو اسمها الاله يلي عم تطحن فيها؟ نحن بنقلها بالمطابخ زنزان. اوكي. فهيدي بتطحن او فينا بيقولوا لها الخلاط اليدوي اذا بدك. نعم. او المطحنه اليدويه. بهذا الوقت رح ارجع لعندكم واكيد انطرونا باخر الحلقه لورجيكم كيف طلعوا معنا الاطباق. اكيد. شكرا لك شيف. اذا مشاهدينا الان فاصل قصير ونتابع بعده باقي فقرات صباح النور، فانتظرونا. تحيه صباحيه متجدده لكم مشاهدينا. أول ما سيتبادر إلى ذهنك عند التفكير في الزواج سيكون على الأغلب
تكاليفه الكثيرة من خطبة وتجهيز البيت وحفل الزفاف وشهر العسل والقائمة تطول طبعا. كل هذه النفقات تصرف حتى قبل أن يخطو العروسين خطوة واحدة إلى بيت الزوجية. صحيح وعد. وأمام ارتفاع تكاليف الزواج بدأت الأصوات ترتفع في السنوات الأخيرة بضرورة دعم فكرة ما يسمى بالزواج الاقتصادي بهدف وضع حد لنفقات الزواج المبالغ فيها. لكن ما دور الدولة في تخفيف الأعباء المالية على المقبلين على الزواج؟ ما هو دور الوالدين؟ ألا يمكن أن نستفيد من تجارب المجتمعات الأخرى في تقليصها لتكاليف الزواج؟ لتسليط المزيد من الضوء حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان مباشرة المحلل الاقتصادي مازن رشيد. صباح النور أستاذ مازن. أهلا وسهلا فيكم سارة ووعد، ويسعد صباح الجميع والمشاهدين جميعا. يسعد صباحك. بداية هل لك أن تشرح لنا ما هو مفهوم الزواج الاقتصادي؟ يعني أولا خلينا نتفق أنه موضوع حساس شوي هالفقرة الحالية، لأنه الزواج الاقتصادي عم بيحكي عن أنه محاولة حصر النفقات المتعلقة بالزواج، خصوصا في المرحلة الأولى من طبعا مثل ما ذكرت في المقدمة، من حفلة عرس، من دعوة عشاء، من شهر عسل. نتكلم عن المراحل الأولى فقط فيما يتعلق بتنظيم وترتيب الزواج وتكاليفه، وحصر طبعا هذه التكاليف ضمن النطاق المقبول والمنطقي، خصوصا طبعا مع تراجع الوضع الاقتصادي في غالبية الدول العربية لأي سبب من الأسباب. طبعا احنا هذا الفقرة رح نركز عليها اليوم، رح مفروض انه تسلط الضوء على اهم الامور المتعلقة في عملية تقليص هذه النفقات، خصوصا في بداية الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج، طبعا نظرا لاهميتها خصوصا مثل ما ذكرت مع تراجع الاوضاع الاقتصادية في غالبية الدول العربية. يعني في مجتمعاتنا سيد مازن يخيل لنا أن الزواج الاقتصادي هو إما يعني أمر واقع على الغير مقتدر ماديا أو خيار غير موجود عند المقتدر ماديا. هل ترى أنه على الدولة مثلا التدخل لوضع حد لهذه النفقات الخيالية للزواج، مثلا عن طريق فرض حد أقصى لتكاليف الزواج بشكل عام؟ والله يعني أنا أتمنى ذلك الحقيقة، لأنه إحنا بنعرف أنه نقارنها مع مجتمعات وثقافات أخرى في العالم رح نكتشف قديش التكاليف الزواج في منطقتنا العربية مرتفعة عند مقارنتها مع دخل الفرد الشهري أو حتى السنوي إذا بدنا نتكلم بهذا الموضوع. أنا بشوف لما تكون في تدخل من قبل الحكومة في الدول العربية وتحدد مثلا مثل ما ذكرت في سؤالك، على الأقل تحدد النفقات الحد الأعلى أو السقف الأعلى لهذه النفقات، أنا بتوقع أنه الجميع سوف يلتزم. هنالك يعني أنا بعرف في شباب يعني لا يلجؤون إلى مخاطبة الفتاة أو فتاة اللي راح تصير زوجتهم في المستقبل، خوفا من أنه يعني طبعا مخاطبتهم فيما يتعلق أو محادثتهم في موضوع التكاليف الزواج، خوفا من أنه سوف يتهمون بالبخل في بداية حياتهم الزوجية. وإحنا بنعرف هذا موضوع مهم الحقيقة، وأنا بشوف أنه تشريع بعض القوانين على الأقل وضع حد أعلى لنفقات الزواج اللي هي نتكلم عن ليلة الزفاف أو ما يسبق هذه المرحلة، ضبطها وحصرها بحيث أنه لا تجعل الشباب العربي يقوم بالاستدانة خصوصا في المرحلة الأولى من الزواج. هناك مجموعة من الشباب للأسف لا يزالون يدفعون ويقومون بسداد يعني ما قاموا بالاقتراض به من البنوك من أجل سداد حفلة الزواج، وطبعا غير ذلك من أمور أخرى عليهم دفعها رغم مرور سنوات على مرور هذه المرحلة من حياتهم. وبالتالي قد تكون يعني يوجد ضرورة من يعني تدخل الحكومة في هذه المرحلة حتى أنه الجميع يتجاوب ويعني يستفيد من تدني النفقات تكاليف الزواج على وجه التحديد. نعم سيد مازن، مثل ما ذكرت يعني الغريب أن تكاليف الزواج المرتفعة
ليست لتهيئة حياتهم لما بعد الزواج أو تجهيز منزلهم مثلا أو إلى ما بعد، تنحصر التكلفة الباهظة من تكاليف الزواج في حفل الزواج مثلا، يعني من كل من مجتمع لمجتمع تختلف هذه التكاليف ولكنها تبقى موجودة ومبالغها جدا باهظة، فيلجأ الشباب إلى الاستدانة والقروض. كيف كخبير اقتصادي كيف يمكن لذلك أن يؤثر على حياتهم بعد الزواج؟ أن يبتدؤوا حياتهم بهذا النوع من الديون؟ أولاً صحيح، أولاً فيما يتعلق في مرحلة الديون ليس من المنطقي أنه يقوم الشاب أو حتى الفتاة أنه يقوم بالاستدانة من أجل التخطيط لمرحلة مؤقتة من حياتهم. التكاليف الحقيقية سوف تبدأ بعد مرحلة الزفاف، يعني العيلة راح تكبر، مسؤولية التعليم، يعني الطعام والملابس وغير ذلك من أمور، كل ذلك تكاليفها راح تكون أكبر، وبالتالي دخول الشاب في بداية حياته ودخول الفتاة في بداية حياتها الزوجية في استدانة طويلة وأمور صعبة، بتوقع ليس هذا من الأمور المنطقية. هناك مجتمعات الحقيقة طبقت، لو نشوف مجتمع مثلا في السويد، تكاليف الزواج في السويد تخيل أنه ضعفين راتب متوسط دخل الشخص هناك، احنا بنتكلم في الشهري، يعني تخيلي متوسط التكاليف في السويد مثلا بحدود 7,000 يورو، لكن دخلهم بمقارنة مع دخلهم الشهري نتكلم عن 3,200 يورو، يعني نتكلم عن ضعفين فقط أو ضعف واحد، يعني بما قيمته راتبين فقط في تكاليف الزواج. نفس الشيء في ألمانيا، في الولايات المتحدة تقريبا 3 أضعاف، يعني 18,000 دولار متوسط الدخل الشهري في المواطن الأمريكي، هناك حوالي 6,500-6,000 دولار، وبالتالي بنتكلم عن 3,000. في الأردن مثلا في البلد اللي بتكلم منها هون، يعني متوسط الدخل الشهري بنتكلم عن 650 دولار، لكن التكاليف تصل إلى حوالي 8,000 دولار، احنا بنتكلم متوسط، يعني ممكن يكون أعلى من ذلك بكثير وأقل بقليل من ذلك، بنتكلم عن حوالي 13 ضعف راتب المواطن الأردني. يعني هل يعني واضح أنه لما نقارن المجتمعات بين بعض ونشوف أنه زيادة التكاليف لا يعني بأنه وضعك الاجتماعي أفضل، بالعكس دول مثل متقدمة اقتصاديا مثل ألمانيا والسويد والولايات المتحدة، والقائمة تطول الحقيقة، بأسبانيا ودول أخرى يتم قياس، يتم دفع المصاريف المرتبطة بالزواج ضمن النطاق المعقول وبحسبة واضحة، بحيث أنه لا تؤثر على الشباب سواء في الاستدانة مثل ما ذكرتي في سؤالك أو حتى فيما يتعلق بمرحلة متقدمة من الزواج عندما تكبر العائلة وتصبح المسؤوليات أكبر بشكل عام. طيب، يعني في هذه المقارنة إشارة واضحة إلى أن المصاريف الباهظة وتكاليف الغير معقولة للزواج في مجتمعاتنا هي مسألة ثقافة وليست كما ذكرت مسألة قدرة مادية. كيف بنستفيد من تجارب المجتمعات الغربية في مجتمعاتنا لتقليص هذه التكاليف؟ يعني هي مثل ما ذكرت انه هي مفروض انه المثقف العربي والمثقفة العربية اللي إلها يعني اطلاع على ثقافات اخرى في العالم، احنا بنعرف انه الزواج هي يعني يتم اعتماده في جميع ثقافات العالم وليست حصرا على الثقافة العربية او الأوروبية، حتى ايام الحضارة البابلية نتكلم عن آلاف السنين. هي من حق الفتاة أن يكون إلها حفلة زواج والتشهير بعملية الزواج، لكن إحنا متكلم من ضمن نطاق معقول، وعدم أولا يعني تقليص التنازل عن المغالاة في تكاليف الزواج لا ينقص الفتاة من حقوقها ولا ينقص من مكانتها الاجتماعية لا أمام رفقائها ولا أمام أحد، وبالتالي من المهم التعلم من الثقافات الأخرى الموجودة والتجارب فيما يتعلق بتكاليف الزواج في المجتمعات الأخرى حتى نتأكد بأنه ما يتم تطبيقه في الدول الأخرى هو الصحيح. طبعا في الموضوع اللي متكلم عنه حصريا هي تكاليف الزواج، لأنه المرحلة سوف تتغير وتزيد التكاليف بعد الزواج بشكل عام. يعني سيد مازن، هي نحن لا نقول أنه على الكل فعل ذلك، يعني من يستطيع
فليصرف. لكن نحن نتحدث عن أنه عديد من الزيجات تتأخر بالسنين فقط لجمع المبالغ المطلوبة لإقامة هذه الزيجات، يعني فيتم إضاعة الكثير من الوقت. أين تعتقد يكون دور الأهل هنا؟ هل هم بيضغطوا في طريق زيادة التكاليف أم من الممكن أن يكون لهم دور إصلاحي؟ 100%. يعني إحنا ما بنتكلم أنه على الجميع، إحنا حتى لو كان بمقدورهم يكون لهم حفلات أوسع وأكبر ويستطيعون ذلك، لما لا؟ لكن إحنا بنتكلم عن آفة يعني انتشرت في المجتمع. لو قارناها الآن بسنوات أخرى، الوضع الاقتصادي قبل 10 سنوات في غالبية الدول العربية كان أفضل، لكن الوضع الحالي يتطلب تغيير نمط حياتنا، تغيير نمط وعاداتنا، تحسينها على الأقل، يعني نحو عدم المغالاة بشكل عام. أنا بشوف دور الوالدين هنا، دور الوالدين أنه يكون تشجيع الأبناء على أن يكون في اتفاق مسبق بين الشاب ابنهم وبين الفتاة، أن يكون هنالك اتفاق بأنه حصر هذه التكاليف، تثقيفهم فيما يتعلق بهذه النقطة، وعدم يعني إجبارهم أن تكون الحفلة يعني مثل أحد أقاربي أو أحد نفس التكاليف، أنه إحنا لن نكون أقل يعني مستوى منهم أو مظهر اجتماعي، وبالتالي تشجيعهم على الاتفاق المسبق قبل الزواج. نعم، على كل حال هذه الفلوس يعني ما راح نتبرع فيها لجمعية خيرية، خلوها يستفيدوا منها العرسان بغير طرق. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي مازن نرشيد، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا مشاهدينا، سنبقى في الأردن حيث يقام في مدينة أربد مهرجان الرمان، حيث يجتمع المزارعون ومصنعو منتجات الرمان لعرض منتجاتهم، وتعتبر هذه المنطقة منطقة زراعية تشتهر بهذه الزراعة. تقرير من كفرسوم في الأردن ونعود. طبعا ترتئي مديرية زراعة أربد كل عام بعقد هذا المهرجان لفتح أسواق محلية وتشجيع على الإقبال على المنتج الرمان أو المنتجات الريفية. طبعا في الجانب الآخر الجانب الاجتماعي من خلال المنتجات الريفية، وهذا طبعا في معظم السيدات اللي مشاركين فيه بجدن أيضا مصدر دخل كل عام بتسويق منتجاتهم الريفية من مواد تعتمد على الزيت أو ثمار اللي بيعملوها مثلا الزيتون. ثمرة الرمان مباركة، وصلت المنتجات الرمانة حوالي 7 أصناف المنتجات اللي هو عصير الرمان، دبس الرمان، وخل الرمان، ومربى الرمان، والصابون بالرمان أنواعه. مهرجان الرمان ممتاز جدا، احنا سيدات المنتجات بنضل ننتظر فيه يوم بيوم، لان عارفين شو منتوجه، عارفين شو منبيع فيه. ما شاء الله هاي 6 فرانة اللي بنخبز ومش ملحقين على الناس، الحمد لله الدخل كويس ومنبيع يعني مضاعف. اللي عندها اسره واللي بتدرس طلاب جامعه وكله على التزامات بفك ضيقتنا عن جد. مهرجان الرمان بجودتي، يعني منتجي جودة، وأنا لحد الآن الحمد لله فضل الله كل شغلنا 100%.
يعني سارة كنت عم تقولي لي نحن عم نتابع التقرير كيف شكله للرمان بحد ذاته مفرح. بعدين ما عنده أعداء كتير يعني دائما الفواكه في ناس بتحبها ناس ما بتحبها. صحيح. الرمان من الفواكه اللي مجتمعين عليها. وعجبتني السيدة اللي كانت بتقول إن قدر ما بيشتغلوا ومش ملحقين على الطلبات ربنا يوسع برزقهم ودائما كده المهرجانات اللي زي كده أو المناسبات بتكون فيها نوع من الفرح الخاص يعني لبساطته. صح؟ صحيح. أولا المشاهدين فإلى موضوع يعاني منه الجميع وأنا منهم. الأسباب الرئيسية لأوجاع الظهر والرقبة والأكتاف التي يعاني منها معظم الناس إن لم يكن جميعهم نتيجة الوضعيات الخطأ التي نمارسها ضمن عاداتنا اليومية دون وعي للمشاكل التي ممكن أن تسببها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل المعالج الفيزيائي والمدرب الرياضي طارق قنبور في صحتك. صباح النور. صباح النور. بداية حدثنا عن الوضعيات الخطأ. يعني احنا شفنا انت فايد وقعدت بطريقة معينة واضح انك مراعي. مزبوط. فحدثنا عن الوضعيات الصحيحة للرقبة للأكتاف للظهر في الجلوس او في حالاتنا المختلفة. معظم الناس عم بيعانوا من هالمشكلة يلي نحن صرنا عم نستعملها بلا وعي وعم نكون نحن عم نقعد فترات طويلة بالشغل بالبيت بأي مكان بحياتنا لا فترات طويلة من دون ما نحرك جسدنا بالطريقة المزبوطة أو منكون قاعدين من دون منكون قاعدين بالطريقة أو البوزيشن المزبوط. إذا بدنا نحكي ونبلش بعادتنا بالشغل أو بوضعية الجلوس لازم كتير نراعي أنه في العمود الفقري إذا نحن نتطلع فيه بالشكل من الأمام منلاقي العمود الفقري جالس ولازم نحافظ على هذه الوضعية. وإذا بنطلع من العمود الفقري عن الجنب بروفيل ساعتها نحن نشوف في عنا ثلاث انعواجات طبيعية لازم نحن نحافظ عليها بكل الوضعيات إذا كانت بالجلوس أو نحن ونايمين. رح نبلش بوضعية الجلوس نحن وقاعدين بالأوفيس أو بالمكتب. لازم تكون الشاشة على مستوى نظرنا. تاني شيء لازم الكرسي اللي قاعدين عليها تكون لها مسند للرقبة أو إذا ما توفرت لازم يكون في مسند لها على الظهر. لازم يكون في مسند لأسفل الظهر كمان. إذا ما توفر بنحط تكاية بين أسفل الظهر والكرسي بلس مسندين جانبيين للكرسي لازم يكونوا موجودين تنحن نريح أكتافنا ما نكون عاملين هذا الراوند شولدر هذا اللي أكثر الناس بتعاني منه ومن هيدا المشكلة. نعم. بلس المشكلة الأساسية مرات نحن نكون الطاولة اللي قاعدين عليها قاعدين بهالوضعية لا لازم نجلس ظهرنا نكون قاعدين بوضعية مستقيمة والطاولة تكون على مستوى هيدا المسندين. الركب يكون على مستوى الفخذ والحوض أو أعلى بشوي وإجرينا لازم يكون في سبورت من تحت نكون نحن قاعدين في سبورت على الأرض وإذا حدا قصير شوي فينا نحط له سبورت تحت على الأرض. حتى يمكن أثناء القيادة يعني كلنا على الأقل في عنا ساعة أو ساعتين موجودين فيها بالسيارة يوميا. بعانوا مشكلة كتير اللي بيكونوا عم بيشتغلوا وعندهم مسافات طويلة ليسوقوها وبتعرفوا عجلات السير بيكون كتير موجودة وما بناخد أي بريك. يعني اللي بيكون عنده ساعة أو ساعتين بالسيارة لا لازم ينزل تقريبا كل نص ساعة 45 دقيقة على القليلة يحرك حاله شوي تجلس الوضعية تبعه. ومن الأساس لازم نصلح وضعية الجلوس بالسيارة بمقعد السيارة. وكمان مشكلة كتير بنعاني منها هلأ من يعني السيارات صارت بطلت كتير مانيوال صرنا بأوتوماتيك. صح. أوكي صرنا عم نكون عم نحرك إجري اليمين بالبنزين والفريم وإجري الشمال عم بتضل مطعوية. هيدي أكتر مشكلة الناس بيعانوا منها وبيعانوا من مشكلة بالركبة. المفروض نهتم المفروض نكون نحن مقربين لقدام تتكون بوضعية مش عم نعمل لود زيادة على الظهر ومش عم نكون عم نعمل لود كمان على ركبة.
طيب طارق، احنا ما ممكن نتكلم عن الموضوع ده من غير ما نتكلم عن التليفونات، يعني التليفون الهاتف الذكي اصبح في ايدي الجميع، لدرجه انه في صور بتطلع بنلقاها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل انها على الوضعيات الغلط او الوضعيه اللي حيكون عليها الانسان بعد سنين من كتر ما هو دائما موطي هاتفه. هل في وضعيات خطا عند استخدامنا للهواتف الذكيه؟ اكيد ممكن احنا عم نستعمل الهاتف لمده طويله، عم نعمل تشات ومن دون انتباه لهيدا باللاوعي طبعاً. نحن بنرتاح يمكن هيك، بس صح. الوضعية المضبوطة نحن نكون جالسين عم نستعمل التليفون بطريقة عالية، يعني النك تبعنا الرقبة تبعيتنا ما لازم تكون عم تعمل هيك، بعدين بصير في عنا مشكلة اسمها تكست نك. اوكي سو هون نحن بنصير عم نعمل ضغط زيادة على الفقرات، عم بتسبب لها مشاكل انحناء في الرقبة او عم بتسبب كمان مشاكل اوجاع كثير قويه بالاسفل الظهر. طارق خلينا نتوسع اكثر بالنتائج يلي بتترتب على هذه الوضعيات الخطا، وشو العوارض، كيف واحد بحس وجع ظهر وغيره، وهل هي ريفرسبل او ممكن تصحيحها وكيف؟ بالمبدا نحن قلنا العمود الفقري نحن لازم نحافظ على هذه الوضعيه، إذا نحن ما اتبعنا هيدي التعليمات اللي حكينا عنها لح رح يصير في عنا اعوجاج بالعمود الفقري، بس قبل الاعوجاج عم بلش بألام بالعضلات، رح يخف التوازن بين العضلات الأمامية والعضلات الجانبية، عضلات اليمين وعضلات الشمال، بس تيروح هيدا التوازن بيصير في عنا نوع من الاعوجاج بالعمود الفقري مما يسبب لألام كتير قوية أو ضغط على الأعصاب و هيك نحن بنبطل مرتاحين وبصير في عنا مشكلة تتراكم مع مشكلة تانية، لأن منبلش بأعوجاج بالعمود الفقري كمان بيكون كومبايند مع راوندد شولدر، كمان مشاكل بتصير تتراكم ورا بعضها. إذا طارق بعد ما حصل الإعوجاج بآلام بعدها الجسم بياخد على وضعية العمود الفقري الجديدة وبتكون هي وضعية خطأ ويجب تصحيحها. يجب تصحيح. هنا يأتي دور ممكن المعالج الفيزيائي لتقويم هذه المشكلة، كيف بيكون العلاج دائما؟ أول شيء بده يكون راح عند الحكيم ليعمل له الصور اللازمة ويعمل له التشخيص اللازم، بعدين بينقله لعند المعالج الفيزيائي، يعني as prescription من الدكتور للمعالج الفيزيائي، وصارت شغلة معالج الفيزيائي هون تنحن نصلح هذا الاعوجاج من طريق تأمين التوازن بين عضلات اليمين وعضلات الشمال، وتأمين التوازن بين العضلات الأمامية والخلفية، كمان مع تمارين للعضلات أكيد، ونعلم الأشخاص كيف تنعد بالطريقة المضبوطة. يعني موضوع الحلقة هو عن التوعية، لأن نحن قبل ما تصير هيدي المشكلة وقبل ما نحن نوجع ويصير في عنا كل هالمشاكل، لأن احنا ما بيكون في عنا هيدي التوعية أول شيء لا ما نوصل للمشاكل. أنا بلاحظ أيضا أنه لما بكون عم حاول أنه جلس كتافي أو ظهري بحس كأنه يعني بالعكس هون عم بعمل مجهود. مزبوط، لأن جسمنا في بيصير في عنا ويك، يعني منطقة صار فيها contraction، منطقة ضعفت. اوكي سو نحن بس بدنا نرجع نجلس هيدا، يعني نرجع نصحح هيدا الغلط يلي صار، بدنا نعمل مجهود لان في عضلات ضعيفه صارت. ولكن هالشيء ما بيعني اذا مش مرتاحين او انه حاسين بالثقل انه هذا الشيء خطا، نحن عم نصحح، رح نوصل له مزبوط. شوي شوي نحن عم نصحح هيدا البوزيشن او هيدا الوضعيات اللي بدنا نقعد فيها، اكيد بدنا نحس شوي بتعب لان في عضلات ضعيفه لازم نحن نقويها. اذا الوقايه دائما خير من العلاج. المدرب الرياضي والمعالج الفيزيائي طارق قنبور، شكرا جزيلا على كل هالمعلومات. شكرا لكم للمشاهدين. اما الان مشاهدينا فالى محطتنا الاخيره في مطبخ صباح النور مع الشيف امين والشيف فؤاد ولاشا. يعني شيف عزوك؟ عزوقي اكيد، والغدا جاهز اليوم. طبعا طبعا طبعا. هل شفت المقلوبة يا امين؟ اه شفت على المقلوبة؟ ايه كمان عندك تشفتها وبش نحاول نتعلم القلبين. كمان في عنا الشوربة صارت جاهزة مثل ما شايفين، من شوي وقت طحناها تركتها تغلي شوي على النار، هلا راح اضيف عليها الكريمة
على فكرة الطبق الغداء اليوم مواتي الطقس برا. آمين. تفت الكريمة هلأ بنطفي النار، طفيها على الآخر، ما بخلي بقى النار تكون دايرة وقتها. وقتها بحط الكريمة. هلأ طفيناها مثل ما شايفين حتى لونها صار أفتح، صارت كريم الزهرة مع البازيلا. بغطيها بهيدا الوقت، بتركها حوالي كمان شي 5 دقايق هيك لتهدى، وبعدين بنسكبها. هلا رح نسكب المقلوبة. مثل ما شايفين المقلوبة فينا هي عادة المفروض بهيدي الطنجرة تنقلب دغري بالصحن، بس احنا شوي للأسف لأنه عنا الإيدين تبع الطنجرة حيضربوا بالصحن ما حيطلع معنا الشكل. فعنا طريقة سهلة اللي هي القالب الجاتو اللي بنشتغل فيه بالبيت، كتير سهلة طريقتها. بنسكب الرز، إذا ملاحظين الرز كيف لاقط على بعضه منه مهرهر، صحيح اللي هي لأنه كمان الأرنبيط فيها مواد نشوية فبتلقط على بعضها، وخاصة أنه كمية الرز نحن أقل كانت من المي، مقارنة بكمية المي لازم تنحط للرز، فهذا الشيء كله بساعد لحتى يخلي الطبخة تكمش بعضها أكثر. شاف أنا توقعت أنه يكون خابس أكثر، هو مش مفلفل ولكن مش خابس، صحيح يعني كثير دقيق المعايير، صحيح دقيق كثير المعايير، لأنه ممكن تزيدي بعض المي حتخبص حتصير بالشكل وقتها بتقلبيها بتطلع كثير حلوة، بس وقت عم تاكلي عم تاكلي شيء صار جدا مهروس، صح، فبطل بيعطي هيدي النكهة الطيبة. هلا بعدنا عم ناكل رز بس بطريقة شوي متماسكة أكثر، اللي هي عادة ستات البيوت بيعملوا مزج بالأنواع الرز، مثل والدتي أنا وقتها بتكون عم تطبخ بتحط الرز الحب الطويل الأمريكاني مع شوي من الرز الإيطالي، الرز الإيطالي بيخبص شوي بيلقط، فبتلاقي الرز كله كمش على بعضه. فنحن عملناها بنوع واحد رز وسهلنا الطريقة عليهم وخليهم يقدر يطبخ الطبخة بهيدا الشكل. هيدا الوقت بلش نستويوها، ايه نستفن مصبوط لحتى نقدر نقلب القالب بعد ما نضيف عليه بعد من الرز. وهيدا الرز ممكن نقدم معه على جنب سلطة الأرنبيط، تكون أرنبيط مقلي مع طحينة كتير طيبة معها، تتقدم حتى كيف وقتها بناكل الصيادية بنقدم مع الطاجن. فنحن هون فينا نعمل هذه نفس الطريقة، المقلوبة الأرنبيط الزهرة نقدم حتى طاجن الأرنبيط اللي هو طحينة معمول مع حوامض وكمون أكيد، والأرنبيط بيكون مقلي فيها. فهيدي شغلة تانية ممكن نقدمها مع للطبق. هلا خلينا نكتشفوا طريقة القلب. يعني هلا هون مثل ما شايفين انه الوقت يدهمنا، صحيح هلا انا المفروض بعد حط كميه عليه، بس لانه كرمال الوقت رح جيب الجاط بهيدا الطريقه هيك، وهلا نقلبها هيك. طبعا القالب منه على النص، بنجلسه قبل ما نشيل هيدي القالب، وشوي شوي بنشيل القالب هيك. صارت عنا مقلوبه، صارت هلا سميها مقلوبه مثل ما لازم وضيفوا لها، صح. هلا انا بهذا الوقت رح اضيف، انا شلت الحار من قلبها لحتى نحطهم على التزيين على الوجه. حلو، مع ورق الغار كمان من قلب الطبخه، وهكيك تكون طبختنا لليوم جاهزه. صح، جميله، شكلها جميل ولذيذه اكيد لانه رائحتها شهيه. اذا مشاهدينا الان وقفه اعلانيه اخيره من صباح النور من بيروت، نعود بعدها لنتابع ما تبقى من فقرات صباح النور مع زملائنا في استديوهات لندن، ابقوا معنا. إذن هكا نوصل إلى نهاية حلقتنا من بيروت. شيف شكرا على هالأطباق الشهية، ومشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، باقي فقرات صباح النور من لندن بانتظاركم. أما في حلقة الغد فحلقة جديدة من صباح النور ومواضيع مميزة من كل العالم العربي. نتمنى لكم مشاهدينا بقية نهار ممتع مع برامج التلفزيون العربي. أما الآن فننتقل معكم إلى لندن لنتابع ما يخبئه عبد الكريم ونادين في الساعة الثالثة. صباح النور. صباح النور وعد وسارة وأمين، وصباح النور للشيف، وتحية لجميع الزملاء في بيروت. صباح النور عبد الكريم. صباح النور. شو عجبتك الأجواء ببيروت؟ أنا عجبتني جدا أجواء الطبخة، عظيمة. حسيتك انتقلت لعند عند الطبيخ. مشاهدينا صباح النور، برنامجنا متواصل معكم لمدة ساعة من الوقت من هنا من استديوهاتنا في لندن.
مرحبا بكم مشاهدينا عند السفر أم الاستقرار في مدينة جديدة، نأخذ في الحسبان أمورا عديدة، المزايا التي تقدمها الخدمات المتوفرة من طبابة وسكن ودراسة يا لدينا. بالفعل عبد الكريم، فما هي العوامل التي يبحث عنها الفرد عند اختياره الاستقرار في مدينة بعينها، وما الذي يدفعه أصلا لاختيارها كمقر للعيش؟ ما الذي يستهويه أكثر؟ هل هو هدوء الأرياف أم صخب المدن؟ هذا هو موضوعنا لليوم. كما سنتابع مشاهدينا تقريرا خاصا لاحتفالية ثقافية في المكتبة البريطانية في لندن بذكرى مرور 30 عام على اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي. بالفعل، ونصطحب المشاهدين كذلك في رحلة في شوارع لندن على متن الباص الأحمر الشهير. مشاهدينا، ندعوكم لمشاركتنا آراءكم عبر صفحة التلفزيون العربي الترفيهي على فيسبوك، وكذلك على منصتين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام. مشاهدينا، نستهل البرنامج بأبرز عناوين الأخبار التي تصدرت أحداث اليوم مع زميلة رانيا الدريدي. صباح النور رانيا. صباح الخير نادين وعبد الكريم، وصباح الخير مشاهدينا، إليكم أبرز عناوين الأخبار لليوم. مقتل 15 شخصا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي على درنة في ليبيا التي تحاصرها قوات حفتر. أول قافلة مساعدات تدخل الغوطة الشرقية المحاصرة منذ شهرين وسط تدهور للوضع الإنساني في المدينة. شركة نتفليكس توقف مسلسل هاوس أوف كاردز مع نهاية موسمه السادس. المزيد من الأخبار بعد نصف ساعة من الآن. أعود إليكما نادين وعبد الكريم. شكرا جزيلا لك رانيا. ننتقل إلى الزميل إقبال أتليلي لإطلاعنا على عناوين الصحف البريطانية لليوم، وهي كيوم أمس. صباح النور نادين، صباح النور عبد الكريم. العناوين هي كالأمس، ولكن هناك عناوين جديدة تتصدر الصحف البريطانية. نبدأ بصحيفة الجارديان التي تفرض حيزا كبيرا على الضغوط الجديدة على فريق ترامب بعد اعترافه أعضاء في حملته الانتخابية بالكذب، وكذلك الأزمة الكتالونية تتصدر صحيفة الجارديان البريطانية. صحيفة التايمز البريطانية يعني لا تزال تتحدث عن الفضيحة الجنسية التي تهز أعضاء حكومة تيريزا ماي، وتقول بأن 6 وزراء من الحكومة الإسبانية هم مهددون بالإقالة، وكذلك تفرض حيزا كبيرا لسلسلة هاوس أوف كاردز واتهامات لنجمها كيفن سبيسي بمحاولة الاغتصاب. صحيفة آي المملوكة لصحيفة الاندبندنت تفرض حيزا كبيرا لعنوان للتدعيات اعترافات أعضاء حملة ترامب بالكذب خلال التحقيق في علاقته وعلاقة حملته بروسيا خلال الحملة الانتخابية الأمريكية. الديلي تيليغراف المقربة من الحكومة اليمينية تتحدث عن أن الفضيحة الجنسية للحكومة البريطانية ستكون لها عواقب أشد من معضلة الميزانية، وكذلك تتحدث عن إيقاف سلسلة هاوس أوف كارد بعد الفضيحة الجنسية لنجمها كيفن سبيسي. صحيفة الفاينانشال تايمز الاقتصادية تتحدث عن الفضيحة عن التداعيات الأزمة والتحقيق مع فريق ترامب الانتخابي وتدعياته على مستقبل ترامب السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. أما الديلي ميرور فتتحدث عن تكريم الأمير ويليام لعملاء الإطفاء البريطانيين خلال حريق غرينفيل. وننهي بذا سان وتتحدث كذلك عن الفضيحة الجنسية التي تهز
الحكومة البريطانية. إليكما نادين وعبد الكريم. شكرا جزيلا لك إقبال. كالعادة. والآن عبد الكريم ننتقل إلى نقاش اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدن. يصادف 31 من أكتوبر تشرين الأول يوما عالميا للمدن، خصصته الأمم المتحدة لتعزيز رغبة المجتمع الدولي في نشر التنمية على مستوى العالم. وإن اختلف التنظيم المدني ومستوى الخدمات المتوفر بين مدينة وأخرى، يبقى الهدف إيجاد قواسم مشتركة وتأمين حياة كريمة للفرد. بالفعل نادين، التحديات أمام الحكومات كبيرة، بحيث تعمل دائما على تأمين خدمات جديدة وتطوير منشآت لتسهيل حياة المواطنين. فما الذي يميز مدينة لندن عن غيرها من المدن البريطانية نادين؟ هذا سؤالنا الأول. وهذا سؤال كبير. مشاهدينا نرحب معنا في الاستوديو بخالد محمد، وهو باحث في قسم الفيزياء في جامعة كينغز كوليدج في لندن. أهلا وسهلا بك. بداية خبرنا عن الظروف التي دفعت بك إلى لندن من 11 سنة بالتحديد، وهل كانت العاصمة البريطانية اختيارية؟ بالضبط. هو أول شيء صباح الخير. نعم، هي كانت بريطانيا. هو تشجيع من صديق لي، بوجه له كل التحية الآن، هو الأستاذ رامي السعدي. كنت أنا وياه مدرس في ليبيا، نشتغل في نفس المجال الأكاديمي، في التدريس الأكاديمي في ليبيا، ومن ثم قررت أن أكمل الدكتوراه، وهو شجعني على القدوم إلى بريطانيا. وكانت هناك مساعدات من خلال عملية تقويتي في اللغة الإنجليزية، وبقيت يعني وعجبتني المدينة من ناحية الأمان ومن ناحية الجانب الاقتصادي والجانب الأكاديمي، فبقيت هون من 11 سنة. والحمد لله أنا في المراحل الأخيرة في دراسة الدكتوراه في جامعة كينغز كوليدج لندن في قسم الفيزياء. السبب الأول زي ما حكيت هو الجانب الأكاديمي وشهرة الجامعات البريطانية وقوتها الأكاديمية في معظم التخصصات. أنا بعطيك مثلا في كينغز كوليدج في قسم الفيزياء عندنا ثلاثة أخذوا نوبل برايز، وآخر واحد هو بروفيسور بيتر هيكس، أحصل على جائزة نوبل على جائزة النوبل في الفيزياء في من جامعة كينغز كوليدج. التاريخ عندك جامعة أكسفورد على مستوى العالم كله. هي هلا بالأول كان أكاديمي، بس شو اللي خليك تبقى بهال؟ الأمان والجانب الاقتصادي وجمال المدينة. يعني المدينة تتميز بجوانب اقتصادية وجوانب أمان. يعني عندك في الشرطة البريطانية، في الشوارع البريطانية لا تحمل مسدسات إلا في بعض المناطق الحساسة. وحديثا يعني بعد ما صار هناك ظهور عملية التطرف وبعض الهجمات، صار في بعض المناطق يتم اللي يحمل المسدس أو المسدس الكهربائي، ولكن في الأوقات هذه لا يوجد أي شرطي يحمل المسدس. بالتالي أنه مدينة فيها أمان عالي. الجانب الاقتصادي هي مركز العالم على مستوى الاقتصادي بكل الجنسيات والأطياف. هناك يعني أموال كثيرة تدخل إلى لندن بهدف الاستثمار في جميع
المجالات في بريطانيا. الجانب الثاني هو الهيريتج، التاريخ هذه المدينة. يعني عندك دراسة كثير من المدن على مستوى العالم بعد الحرب العالمية الثانية ومع الظروف الجوية والكوارث الجوية والهزات الأرضية تم تغيير شكل المدينة من خلال الأماكن السياحية أو الأماكن أو حتى أبعاد الشوارع، ولكن مدينة لندن من 1000 سنة لم يتم تغيير أي شيء فيها، لا من حيث الشوارع ومن حيث شكل البناء وحتى ارتفاع الأبنية ما زال زي ما هو من 1000 سنة، لم يحدث أي تغيير على الأبعاد أو حنحكي الشكل الخارجي لمدينة لندن. أنت ذكرت عدة عناصر جذب، يعني ذكرت أنه البعد الأكاديمي، البعد الاقتصادي والتراث الثقافي للندن. ألا تعتقد أنه أيضا البعد الجغرافي، البعد الجغرافي يلعب دور طبعا. بحكم أنه لندن قريبة وبعيدة في نفس اللحظة، هي قريبة من شمال أفريقيا، قريبة من الشرق الأوسط، قريبة من أوروبا، وأيضا هي هب نقطة ارتكاز بالنسبة للسفر عبر الأطلس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا صحيح، ولكن نحكي القرب، هي تقريبا من الشرق الأوسط 5 ساعات، وهذا جعل أعطى أدفانتج للجالية العربية. الجالية العربية هي أكبر جالية موجودة هون في بريطانيا. وعندنا الجانب الطبي، يعني كثير من الإخوان من معظم دول العالم، بالذات خلينا نحكي الدول العربية، يأتون إلى بريطانيا من أجل العلاج، لأنه العلاج أو الجانب الطبي في لندن متفوق جدا على مستوى العالم في كل التخصصات، في جميع التخصصات، واللي هي القرب المسار زي ما حكينا إحنا 5 ساعات من الدول العربية، أكثر شيء بين 5 إلى 7 ساعات، فجعلها إنه الكل يقصده حتى من ناحية السياح في دول الخليج. في الصيف يعني شاهد في إجوال رود، في جميع المناطق نايس بريدج في وسط الصيف، إنه أعداد كبيرة جدا من السياح العرب بالذات يعني يأتوا إلى لندن بسبب، يعني تلاحظ أنت المقاولات معهم في التلفزيون يقول لك أكثر شيء هو الجو المناسب والبراد، يعني خصوصا في دول الخليج يعني مميز القدوم إلى لندن بسبب الأجواء الموجودة بها والهيريتج. يعني نحكي عن في نقطة أنت ذكرتها أيضا ربما مرت عليها مرور الكرام، اللغة الإنجليزية في حد ذاتها إحدى عناصر الجذب. يعني طبعا بالضبط هو أحد العناصر، لأنه بريطانيا هي مهتمة وعاملة في تسويق في اللغة الإنجليزية، أصبحت اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، لغة العصر في جميع المجالات الأكاديمية سواء أو الاقتصادية أو حتى السياحية. وكثير من يعني أو الهيستوري التاريخ البريطاني في تدريس اللغة الإنجليزية عالي جدا، يعني تعتبر هو من أوائل الدول اللي قامت بعملية نشر اللغة الإنجليزية في دول جميع دول العالم. برضو ذلك هو سبب برضو الاستعمار، يعني كانت بريطانيا المملكة التي تغيب عن أرضها الشمس، وهذا جزء كتير مهم بالنسبة للهستوري في بريطانيا. يعني طب هذا العام يعني بمناسبة اليوم العالمي للمدن بشكل عام، الشعار المرفوع من قبل الأمم المتحدة هو الحوكمة المبتكرة والمدن المفتوحة. هذا يفتح النقاش على دور الحكومات المحلية أو بمعنى آخر البلديات، ويفرض المقارنة مع واقع التنظيم المدني في الدول العربية. حضرتك أردني، كيف تشوف يعني هذا الفرق الشاسع ربما بين الواجهة المدنية هنا وفي الدول العربية؟ طبعا هو فرق كبير. الواجهة المدنية في بريطانيا هي تتحدث عن، قلت لك، تاريخ من 1000 سنة لم يتم تغيير شكل المدينة، ولكن قال بعض الدول العربية هناك كثير بالتغيرات والظروف السياسية، وقبل خلينا نحكي نشوء الدول الصغيرة بعد معاهدة ساكس بيكو كانت هناك دولة عثمانية، وكان هناك تعتيم 400 عام من يعني كثير من الدول العربية. لا يوجد مثلا عاصمة على مستوى في الوطن العربي تنافس لندن مثلا من ناحية الهستوري أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الأمان أو أي جانب من شكل الحياة. يعني هناك فما في دول عربية لحد اللحظة هاي بتنافس لندن، يعني خلينا نحكي بشكل عام، إلا قليل جدا، مع يعني بعض العواصم مبنية بشكل صح، ولكن صعب جدا مقارنة الدول العربية مع مدينة لندن. يعني صعب المقارنة من كافة الجوانب، تقريبا من كافة الجوانب والأمان دائما. يعني احنا في الاقتصاد بريطانيا مشهورة جدا، وهي مركز جذب للعالم كله في الاقتصاد وفي الاستثمار بالذات، بينما دائما لأنه في مقولة أنه لندن فيها أمان من 1000 سنة لم يتم تغييرها، دائما رأس المال جبان يعطينا أنه دائما لندن تكون هي المغناطيس للاستثمار على مستوى العالم. يعني واضح أنك مستمتع ومقتنع جداً بمكوثك في العاصمة البريطانية. بالضبط. يعني نتمنى أن يبقى الحال مستمر. شكرا جزيلا هكذا. وشكرا جزيلا لك خالد محمد، إذن باحث جامعي في كينغز كوليدج في لندن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فرصة سعيدة. ثلاثون عاما مرت على إطلاق الرصاص من مسدس كاتم للصوت على رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي في لندن، جريمة اغتيال سجلت ضد مجهول،
ولكن مشروع ناجي الوطني ما يزال حيا تتناقله الأجيال. المكتبة البريطانية في لندن أحيت وللمرة الأولى تكريما لناجي العلي بعد مرور 3 عقود على اغتياله بحضور عائلته وأصدقائه وحشد فني وثقافي. الزميلة مها رزق حضرت هذه الفعالية وعادت لنا بالتقرير التالي. ترك هذه الكلمات رفقة 40,000 رسم كاريكاتوري يوم اغتالته رصاصة غدر مجهولة في لندن قبل 3 عقود. ناجي العلي رائد الكاريكاتير السياسي العربي أغضب نقده اللاذع وجرأة أعماله أنظمة وحكاما وقيادات فاسدة. لم يساوم ولم يهادن فأردوه قتيلا أمام صحيفة القبس الدولية وبين يديه رسم يحمل نبوءة موته لا لكاتم الصوت. رحل الجسد وعاشت الفكرة ولكن جرح اغتيال العلي لا زال راعفا كيف لا وهو الذي وثقت ريشته مأساة فلسطين ونكبات العرب ونكساتهم وظل طفله حنظلة شاهدا على عذابات المقهورين والمظلومين في مخيمات اللجوء وزنازين المحتل والأنظمة العربية. وها هو وبعد 30 عاما يخلد مشروعه الوطني عبر الأجيال وتحيي ذكراه المكتبة البريطانية أكبر صرح ثقافي في المملكة المتحدة. ما كان يقول أنا رسام سياسي أو أنا سياسي برسم، أنا ناجي العلي رسام كاريكاتير فول ستوب، وهذا بتحوي في كل إشي. وإحنا منحاول كفنانين فلسطينيين إنه زي ما كمان حافظ عمر إنه نمشي على نفس المجال، إنه بيجوك كتير ناس بالغبروا لك طب فيك تغني بس ما تغني سياسة، طب كيف؟ وإذا أنا عم بغني غنية من القرن 19 عن المرأة الفلسطينية، ما أنا عم بقول إنه الفلسطينية طول عمرهم موجودين، زي ما قال ستيف بيل الكارتونيست تبع جريدة الجارديان اللي كان معانا بالأمسية، قال إنه هو أكتر شيء صعقته بالنسبة لقضية فلسطين إنه كانت جولدا مائير تقول ما في شيء اسمه شعب فلسطيني. ناجي العلي ما كان عنده مشروع فني، ناجي العلي كان عنده مشروع سياسي، وأداة هذا المشروع السياسي كانت الكاريكاتير، لأنه كان هو حدا مبدع في هذا الفن وأدرك قوة هذا الفن، وهذا اللي خلى ناجي اليوم عايش بعد 30 سنة من اغتياله، إنه يعني وعيه السياسي الحاد والفذ إضافة لموهبته الفنية اللي القوية جدا، دمجهم أنتج عنا حالة مثل يعني بالإضافة لشجاعة ناجي ولعدم قبوله للمساوي مهما كان، ما ساوم بالمطلق حتى لما كانت ثمن حياته. ناجي آمن في قضية شعبه أكثر ما آمن في حياته، أكثر ما آمن بمشروعه الفني، ودفع حياته ثمن لهذا الإيمان. كل فنان بشكل أو بآخر بيبحث عن الخلود نوعا ما، أو عن أنه أعماله تستمر في تقديمه حتى بعد ما أنه يموت. ناجي يعني ما بحث عن هذا الشيء لكن تحقق معاه. ناجي بالنسبة لي أنا هو البوصلة، هو الـ الأيقونة اللي كل بني آدم بتعب بالآخر وبتعرض لضغوطات، دائما لما بنتذكر ناجي والثمن اللي دفعه ناجي وكديش إحنا بعاد عن هذا الثمن، هذا بيشحدنا أكتر، بحركنا أكتر، إنه ناجي هالإنسان يعني هالفنان العظيم أو القيمة الفنية والإنسانية العظيمة اللي قدمها وقدم حياته فوقيها، إحنا وين منه؟ ما بقدر اليوم أتعب أو ما بقدر اليوم أتراخى، لأنه خلص في هذا الشخص اللي أنا شخصياً عرفني على دور الفن في الكفاح من عشان فلسطين، فبالتالي بيضلوا الأيقون اللي أنا بلحقها. كتب
فناجل علي يدي حنظلة بعد حرب أكتوبر رفضا للتطويع والتطبيع والمساومة. فكتفت رصاصة الغدر قلبه النابض لأنها فشلت في اغتيال ريشته التي أسست أرشيفا قوميا ضد الاحتلال وفساد الأنظمة، وتركت إرثا يتوارثه فنانو الكاريكاتير في فلسطين وبقاع العالم. مها رزق من المكتبة البريطانية للتلفزيون العربي لندن. ويسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الفنانة الفلسطينية ريم كيلاني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. صباح النور. سعد صباحك. وهناك سؤال يطرح نفسه، بحكم أن المكتبة البريطانية هي مؤسسة حكومية بريطانية، أن تحيي ذكرى فنان رسام كاريكاتير لأعماله الكثير من الأبعاد السياسية يطرح الكثير من الأسئلة، لكن هل ذلك لأن ناجي العلي تجاوز ربما نقول البعد السياسي فقط، أصبح حنظلة يمثل مناهضة للاضطهاد والظلم بغض النظر عن الانتماء؟ بالنسبة للمكتبة البريطانية كان القرار اللي هو المسؤول عن المقتنيات العربية دانيال لو يتكلم اللغة العربية طبعا بفصحى، لما نظموا معرض، هي أجت بالصدفة، الصدفة الرائعة إنه نظموا معرض عن الرسومات الكرتون والمجلات المصورة في العالم العربي من نهايات القرن التاسع عشر، من شهر 5 لشهر 10، اليوم آخر يوم بهذا المعرض، وكان في لوحتين أو ثلاثة للشهيد ناجي العلي. ولأنه نجح المعرض كتير وصار في إقبال على شغل ناجي العلي ضمن هذا المعرض اللي موجود في المكتبة البريطانية، دانيال لو اقترح على المكتبة إنه ليش ما ننظم أمسية تريبيوت، يعني للاعتراف به كفنان تجاوز حدود الإبداع والسياسة، أصبح يعني فكر عالمي. ولثلاث أسباب مهمين كتير وإلهم علاقة حتى ليش أنتوا غطيتوا هذا الحدث. أولا أنه ما بتقدر تعمل معرض عن الرسومات السياسية ما يكونش فيه ناجي العلي. ثانيا أنه لندن إلها علاقة معينة بناجي العلي، لما تم إبعاده من الكويت، من جريدة من الكويت تحت ضغط يقال من منظمة التحرير، فالكويت دبرت له شغل هون بجريدة القبس واشتغل هون وعاش هون وتم اختيار هون واستشهد هون، فكان كتير مهم أنه هاي الشغلة تكون. والسبب الثالث اللي عملوه علشان يعرفوا الناس اللي ما بيعرفوا عن ناجي العلي مين هو ناجي العلي، وفعلا بالأمسية اللي غطتها زميلة مها كان في ناس بيعرفوه، كان أهله، سيدة أم خالد كانت معنا، ابن أسامة، وكمان كان كتير ناس ما عرفوا مين ناجي العلي وتعرفوا عليه. طب من أهم خصائص أعمال ناجي العلي أنها ما تزال حاضرة، بمعنى تحاكي الواقع حتى بعد 30 سنة من اغتياله بأدق تفاصيله، الواقع العربي أو الفلسطيني، ولكن برأيك هل ما تزال تخدم القضية الفلسطينية بالمعنى العام؟ تخدم القضية الفلسطينية بالمعنى العام لأنها تخدم الحق ضد الظلم. يعني لو واحد من فيتنام شاف هاي اللوحة رح يحس بانتماء. وأكبر دليل أنه ناجي العلي نفسه الله يرحمه كان يقول أحيانا كنت أطلع حنظلة فيتنامي، يعني أحيانا كان يطلع حنظلة من الشخصيات الثانية المضطهدة. وحتى للعالم الأول اللي هو المحتل المستعمر بيقدروا يستوعبوا قديش هاي الموهبة كبيرة صعب أنك تتجاوزها. وحتى عندنا كمان جون فوسيت، مش يعني في المكتبة البريطانية، مدير الإيفنتس، نفسه تشجع كتير لما شاف قديش شغل ناجي العلي زي ما انت قلتي مش بس لقضية فلسطين، لمجال كتير أوسع. لما بيصير الشغل يونيفرسال عالمي سبلايم إبداع بحد ذاته وبيخدم القضية الجوهرية، قضية الأم. حنظلة أصبح رمز، إحنا نلاحظ أنه أصبح حتى رمز جرافيتي طبعاً. في البداية كان يرسم في لبنان وفلسطين ثم أصبح يرسم عبر أنحاء العالم، هو ذلك الطفل الحافي الذي ينظر إلى الظلم بعينيه يرى الانقسام طبعاً. هل حنظلة هو جزئياً يمثل ناجي العلي في حد ذاته، الطفل الذي شرد من الجليل في النكبة؟ في إحدى لقاءات شهيد ناجي العلي مع تلفزيون الكويت مع الإعلامي عبد الرحمن النجار بالسبعينات، أما أظن برنامج كتير كان مهم اسمه شبكة التلفزيون، وسألوا عبد الرحمن النجار تماماً نفس سؤالك، وكان هو جوابه ناجي العلي أنه أنا كان عمري 10 سنين لما أهله تم، عفواً هو كان عمره 10 سنين لما تم تهجيره من قرية السجرة وراح على لبنان. ويمثل ناجي الإنسان اللاجئ اللي لابس أواعي محترقة، فلما سأله عبد الرحمن النجار ليش سميته حنظلة، قال له حنظلة نبات مر، يعني شو بدك أسميه، سوسو، زوزو، يعني فهاي يعني سبب إنه يمثل حنظلة مظلوم بس بنفس الوقت واقف شامخ رغم إنه حافي وملابس محترقة شاهد على الظلم
ومعطيك ظهره، وبنفس الوقت شاهد على الدكتاتورية وعلى الإمبريالية وعلى الاستعمار في كل 10 سنين وشعره مأنفذ بس عظيم. وفي مقاله ناجي العلي أيضا إذا بدك تحكي عن فلسطين بدك تعتبر حالك ميت. هل أنتم كفنانين فلسطينيين ينتابكم هذا الشعور هذا الانطباع؟ هل هناك خطوط حمراء من المستحسن عدم تجاوزها؟ كونك إنسان فلسطيني أنت أصلا اخترقت الحدود الحمراء لمجرد أن أنت إنسان فلسطيني، لأن المقولة الصهيونية بتقول ما فيش إشي اسمه فلسطيني، وكانت جولدا مائير تقول there's no such thing as Palestinians. فمجرد أنه أنت بتأكل زيت وزعتر أنت واقف أنت فلسطيني. لا بس في فرق، أنا اللي بقصده في فرق واحد شو بيحكي شو بيقول لوين بيوصل بالخطاب بالضبط. بس أنه اللي بحاول أشرح لك أنه من الأول أنت وضعك صعب. فبالنسبة لواحد زي ناجي العلي قال لك لأنه أنا already خلقان فلسطيني ولاجئ وشاهد على الظلم، ما هيك أحكي اللي عنده اللي عنده. الجيل اللي أجب هذه شفته طبعا شاب المبدع حافظ عمر في التقرير اللي كان موجود طبعا في كان معانا من الأمسية أجا من فلسطين خصوصا على الأمسية، إنه الجيل اللي بعد شهيد ناجي العلي اللي هو جيل حافظ عمر حافظ عمل تصويرات جرافيك عن السجناء عن المفقودين عن إضراب الطعام وحنظلة كان مرافق له. يعني عرفتي شو قصدي؟ فكونك كإنسان فلسطيني صح إنه هو كان بيقول ممكن أنت إنك تقتل زي ما بدك تحكي الحق بدك تموت. نعم. الجيل اللي أجى اللي وراه بقول لك لا كمان إن طبعا إنه إحنا عارفين إنه حاطين حياتنا على الخطر بس بدنا نعيش كمان عشان فلسطين مش بس نموت عشانها. شكرا. سؤال في 30 ثانية إجابة سريعة جدا. حنظلة كان شاهدا على الانقسام، أنت كفنانة هل تقدمين شيئا يشهد أيضا على الانقسام؟ بدون أي نقاش إحنا ضد الانقسام، والشعب الفلسطيني إحنا ممكن أحيانا نكون ألد أعداء لنفسنا، والله يرحمك يا أبو خالد لازم نتوحد. على كل الفن يجمع، أفضل ما يجمع هو الفن، وهذا اللي عمله ناجي العلي. شكرا. أحسنتي. شكرا جزيلا لك يا الفنانة الفلسطينية ريم كيلاني. شكرا لكم. برنامج صباح النور متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. احتساء الشاي على متن إحدى أشهر حافلات العاصمة البريطانية. خصوصية مستخدمي هواتف آيفون في خطر بسبب ضعف الحماية في نظام التشغيل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أبرز الأنباء حول العالم ترصدها لنا الزميلة رانيا دريدي في موجز للأنباء. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. قتل 15 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال وأصيب 18 آخرون بجروح في غارتين على مدينة درنا شمال شرقي ليبيا. وقال المسؤول الإعلامي لمجلس شورى ثوار درنا إدريس المنصوري إن الغارة الأولى استهدفت أحد المباني السكنية بمنطقة الفتائح على أطراف المدينة، بينما استهدفت الغارة الثانية المواقع ذاتها أثناء تجمع الأهالي لإسعاف المصابين. دخلت أمس قافلة مساعدات محملة بمواد غذائية إلى منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق في خطوة تأتي في ظل تدهور الوضع الإنساني جراء ندرة المواد الغذائية والطبية ما تسبب بحالات سوء تغذية حاد بين الأطفال. وصرحت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا ليندا توم إن القافلة محملة بمساعدات تكفي ل40,000 شخص وهي مشتركة مع الهلال الأحمر السوري، ويتزامن إدخال قافلة المساعدات مع انطلاق جولة سابعة من محادثات بين النظام السوري وفصائل المعارضة في أستانا. أصدرت قطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا جاء فيه أن الدوحة وافقت على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع واشنطن للتصدي لتمويل الجماعات المتشددة. وصدر البيان عقب زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موتشين للدوحة في ختام جولة استمرت أسبوعا واستهدفت مكافحة تمويل الإرهاب.
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، وكلف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وكان رئيس الوزراء الكويتي قد قدم استقالته لأمير البلاد على خلفية طلب مجموعة من النواب طرح الثقة في أحد الوزراء. تراجعت أسعار النفط اليوم مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح إثر مكاسب استمرت لأيام، ومع انحسار توقعات ارتفاع السوق التي دفعت خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل، وذلك بفعل احتمالات زيادة الصادرات الأمريكية. وقال المتعاملون إن برنت تأثر أيضا بخطوة العراق لزيادة صادرات النفط من موانئ الجنوب ب 220 ألف برميل يوميا إلى 3.45 مليون برميل يوميا من أجل تعويض التعطيلات في إمدادات حقول كركوك الشمالية. وإلى أخبار الرياضة، حيث أعلن السويسري روجيه فيدرير الفائز ببطولة بازل السويسرية للتنس بعد تغلبه على منافسه الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو يوم أمس، أعلن انسحابه من بطولة باريس للتنس التي انطلقت اليوم. فيدرير الذي أحرز لقبه السابع هذا الموسم أكد تأهله إلى البطولة الختامية، وينوي الاستراحة قليلا من أجل الاستعداد بشكل مثالي لخوض غمارها وإنهاء الموسم على الانتصارات. في قرار صادم لكل عشاقه، أعلنت شركة نتفليكس الأمريكية عن إلغائها تقديم مواسم جديدة من مسلسلها التلفزيوني House of Cards. جاء القرار بعدما أدلى بطل المسلسل الممثل الأمريكي كيفن سبيسي أمس باعترافات بعدما اتهمه الممثل أنطونيو راب بمحاولة الاعتداء جنسيا عليه قبل سنوات طويلة. وقال كيفن في رسالة من خلال حسابه على تويتر يوم الأحد إنه مصدوم بشدة من سماع رواية راب للواقعة التي قال إنه لا يتذكرها، وكتب أنه مدين لراب باعتذار شديد عما قال إنه سلوك غير لائق بشدة تحت تأثير السكر. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموجز، عودة إليكم نادين وعبد الكريم. شكرا رانيا، شكرا رانيا، وننتقل بالطبع إلى الصحافة التونسية مع الزميل علاء الدين زعتور. شكرا زميل علاء لانضمامك معنا. السؤال الأول هو بخصوص العنوان الذي اخترته، أن الصباح تقول بأن هناك زيادات محتملة في قائمة كبيرة من أسعار قائمة كبيرة من الأغذية في تونس. نعم عبد الكريم، صباح النور لك ولنادين. البداية بصحيفة الصباح التونسية التي تحدثت عن زيادات محتملة في أسعار عديد المواد الغذائية. يأتي ذلك يعني بالتزامن مع النقاشات والجدل الذي أحدثه مشروع قانون الموازنة وقانون المالية لسنة 2018، والذي يعني يعتمد أساسا على الزيادة في الضرائب التي يدفعها المستهلكون والمواطنون التونسيون بشكل عام. الصحيفة في مقالها اليوم اعتمدت أساسا إلى اجتماع منظمة رؤساء المؤسسات أو أرباب العمل التي هددت، وهذه مفارقة في تونس، هددت بعد اجتماع لها يوم أمس بالدخول في إضراب عام عن الإنتاج للمؤسسات الصناعية والتجارية في تونس. يعني نحن في العادة كنا نسمع إلى يعني تهديد أو دعوات إلى إضراب في تونس من النقابات العمالية. اليوم حتى أرباب العمل يهددون بالدخول في إضراب عمل، وذلك نتيجة ما اعتبروه زيادات مشطة في الضرائب سيفرضها هذا القانون الجديد، قانون المالية 2018. الصحيفة تحدثت عن زيادات ستشمل خاصة يعني عدة أنواع من المواد الغذائية، وذلك نتيجة للترفيع في معاليم الاستهلاك، نتيجة أيضا للترفيع في معلوم الأداء على القيمة المضافة، وأيضا الترفيع
في بعض المعاليم الديوانية، خاصة على المواد الأولية التي يتم توريدها من الخارج. هناك توقعات بأن ترتفع بعض المواد الغذائية إلى يعني بنسبة حتى تصل إلى 20%، وهي نسبة مشطة. ولا يخفى عليكم أن هذه الأيام في تونس لا حديث تقريبا حتى في وسائل الإعلام المحلية سوى عن الزيادات في الأسعار والمواد الاستهلاكية. هناك تخوف حقيقي من تضخم عالي في الأسعار سينتج عن هذا القانون، الذي من المتوقع أن يشهد النقاش حوله في مجلس النواب انطلاقا من الشهر القادم جدلا واسعا، ربما ستكون نتيجته التعديل في بعض الفصول المقترحة من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. خاصة هناك رفض شديد كما قلت من عدة منظمات، منها اتحاد الشغل، النقابة العمالية الكبرى في تونس، وأيضا اتحاد أرباب العمل الذي يرفض هذه الزيادة المشطة في الضرائب. نعم، وفي أزمة أخرى صحيفة المغرب تصف فشل انتخاب رئيس هيئة الانتخابات بالمهزلة. يبدو أن هناك خطأ. نعم نادين، هو يعني من أزمة إلى أزمة. كان بيودي أن نتحدث عن موضوع إيجابي، ولكن هذا ما تنقله الصحف. صحيفة المغرب قالت في عنوانها الرئيسي اليوم: فشل جديد في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من الأزمة إلى المهزلة. في افتتاحيته زيادة كريشانة تحرير الصحيفة يعني وصف فشل يعني مجلس النواب للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات بأنه مهزلة ما بعدها مهزلة، يعني تتسبب فيها النخبة السياسية والأحزاب السياسية المشكلة للبرلمان التونسي. وقال يعني إذا كنا أن نعطي عنوان للعبث السياسي في البلاد، فهو ما حصل تحت قبة البرلمان فيما يتعلق بانتخاب رئيس هيئة الانتخابات. هناك حسب كاتب المقال تخوف من الانتخابات القادمة ومأهلاتها ونتائجها، خاصة أن هناك يعني الأحزاب الكبرى وخاصة حزب نداء تونس على ما يبدو غير مستعد لخوض هذه الانتخابات المحلية، وبالتالي يعني هذا التخوف الحزبي انعكس في تعطيل لعملية تركيز هيئة الانتخابات المستقلة التي ستشرف على العملية الانتخابية عام 2018، وأيضا على الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019. يعني المقال قال أن هناك توجسات من كل الكتل البرلمانية تقريبا بأن يعني النتيجة كانت أن هناك مهزلة تحت قبة البرلمان، والنتيجة قد تكون يعني عدم إنجاز الانتخابات من أصله والتفويت في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره التونسيون بكل شغف، لأن هذه المرة الأولى في تونس بعد الثورة التي ستقام فيها انتخابات محلية، وسينطلق تطبيق الدستور في بابه السابع المتعلق باللامركزية ويعني الحكم الجهوي والحكم المحلي. هناك تخوفات حقيقية في تونس نادين من أن الانتخابات القادمة لن تقع في موعدها أو في يعني في موعدها المحدد على الأقل، وقد تؤجل إلى ما لا نهاية. نعم. لأن هذه المرة الرابعة التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس لهذه الهيئة. ننتقل معك لعنوان آخر هو أيضا من باب التخوفات، وهو في صحيفة الشروق: لماذا تغيب الشفافية في التعيينات؟ بالفعل عبد الحكيم، هذا السؤال جاء بعد إعلان وزارة الداخلية مساء يوم الأحد الساعة 10:30 ليلا، يعني يوم الأحد عطلة في تونس وفي وقت متأخر، عن إقالة مجموعة من المحافظين وإحداث تغييرات في سلك المحافظين. والجدل يعني أساسا كان بشأن إقالة محافظ ولاية تونس يعني العاصمة عمر منصور. هذا المحافظ يعني اشتهر بتطبيقه الصارم للقوانين وأحدث رجة في على مستوى أحداث القوانين، بحسب يعني عدة مواطنين. يعني وسائل التواصل الاجتماعي عجت بالانتقادات والتساؤلات بعد خبر إقالته، وخاصة تساؤلات حول سبب هذه الإقالة، خاصة أن يعني هذا المسؤول على عكس عدة مسؤولين آخرين، وهذه من يعني من النوادر أنه في تونس يتم الدفاع عن مسؤولين بعد الثورة، لأنه عادة إلا الانتقادات نسمع. يعني هذه المرة هناك تساؤلات حول
حول خلفيات هذه الإقالة، والبعض تساءل إن كان يعني هذه الإقالة مرتبطة بتجاوز عمر منصور المحافظ المقال للخطوط الحمر. الخطوط الحمر المعني بها هنا والتي تحدثت عنها أيضا صحيفة الشروق، وهي يعني تطاولها على بعض المافيات أو اللوبيات المهيمنة على السوق أو النافذة في تونس العاصمة، إذ أنه يعني هذا المحافظ عرف بتشدده في تطبيق القوانين إزالة يعني نعم يعني فقط بإجازة إزالة يعني الانتصاب العشوائي للباعة المتجولين، ويعني قيام بحملات عشو يعني يومية تقريبا لإزالة المخالفات في كافة مناطق العاصمة. وبالتالي هناك تخوف إن كان المسؤول الناجح الذي يطبق القانون يكافئ ويجازى بالإقالة في جناح الظلام كما يقال. وفي شأن مختلف تماما، صحيفة الصحافة تتساءل ما إذا كانت الدروس الخصوصية شر لابد منه. باختصار ماذا جاء في المقال؟ نعم، صحيفة الصحافة أعادت طرح سؤال يعني يشغل بال عدة أولياء في تونس، خاصة بعد شهر تقريبا من عودة السنة الدراسية. هناك جدل سنوي في تونس حول الدروس الخصوصية ومدى قانونيتها، ومدى يعني خاصة من جانب استغلال بعض الأساتذة والمربين لهذه الدروس لابتزاز الأولياء وإجبارهم على دفع يعني مبالغ طائلة مقابل إزداء هذه الدروس والخدمات للتلاميذ. الصحيفة سألت ووجهت الأسئلة إلى متفقدين تربويين، إلى خبراء في المجال التربوي، أجمع جلهم تقريبا على ضرورة أن يكون هناك إطار قانوني واضح يوضح يعني بكل شفافية هذه العملية، ويحد من عملية الابتزاز ويجعلها تكون في إطار قانوني سليم، لأنه في النهاية لا يمكن حسب رأي عدة خبراء الاستغناء عن الدروس الخصوصية، ولكن المطلوب هو أن تقنن وأن تتم بشكل سليم ولا تحصل فيه أي تجاوزات يعني تضر من يعني الأولياء أو العملية البيداغوجية والتعليمية بشكل عام. كما قلت هذا جدل يعني سنوي تقريبا يحصل كل سنة مع عودة السنة الدراسية. نعم. إليكم الخط. شكرا للزميل علاء، شكرا جزيلا، كالعادة متألق. والآن نعرفكم على إحدى أشهر عادات ومعالم لندن. عبد الكريم، هل أنت من محبي الشاي؟ إلى درجة كبيرة. والله عاشق. بتشربوا مثل ما بيشربوا البريطانية بعد الظهر ولا الصبح ولا عشية؟ عشية وظهرا وظهيرة وضحا وفجرا والشاي وبكورا. الأسود ولا الشاي شاي أسود وشاي بالحليب وكل أنواع الشاي، كل أنواع الشاي، لكن هذا الموضوع أكيد أنت من داعميه بشدة لأنه البريطانيون والسياح معتادون على التنقل في الباص الأحمر الشهير، أحد أبرز معالم العاصمة البريطانية. ولكن نقطة الجمع هو أن البريطانيين معروفون أيضا بعادة احتساء الشاي. فماذا لو جمعنا هذين العاملين يا نادين؟ أفترنون تي باص عبد الكريم يقدم جولة فريدة وسط لندن، فيمكن للفرد احتساء كوبا من الشاي التقليدي بينما يتعرف على معالم لندن السياحية والأثرية. الزميلة إنانا خاضت هذه التجربة. لندن آي، بيج بن، ترافالجر سكوير، باكنغهام بالاس، هن من أهم الأماكن اللي بتقصدوها السياح عن مجيئهم إلى لندن. ولكن اليوم نحن رح ناخدكم بجولة خاصة وفريدة من نوعها بهالباص الفريد من نوعه يلي بيقدم أفترنون تي. تعالوا نخوض هالتجربة مع بعض. Hello, how are you? Thank you. I'm JP Jean-Philippe. I'm from B Bakery, the afternoon tea restaurant, and I do work for a company as a marketing manager and as a personal guide for you today. Thank you. Yes, very exciting. So, can you tell me more how it all started, the tour bus, and the reason for it? Well, we were first based as a bakery by the council near London Eye. Then we opened the other bakery in Covent Garden. But there's over 250 something places providing same service.
which is the afternoon tea. And so as you can see here, we've tried our best to be different, bring a special twist. So we have the French twist on it, but still that wasn't good enough to get us out of the crowd. So we saw one of these buses with all the tables, and we were like, that's it. Why we don't do that? We got the vintage bus, the tour of London, and the afternoon tea. Can't get any more amazing. Dish. Very, very colorful. Yeah. So can you tell me about the choices of everything that we see here? Well, we do also provide for gluten-free, vegetarian, pescatarian, halal, traditional. And we have a lot of returning clients, so we try our best to make sure that they do have new things in their plates. So can you tell me where the bus goes? Basically, the tour lasts for an hour and a half, and we are taking you throughout all the main sites in town. So first, we will soon pass by High Park Corner, then go to Knightsbridge near Harrods, yeah. Then go to Exhibition Road. Mm-hmm. So basically, we get to see all the main sites in town. What makes that bus unique and different from other London buses? Because other London buses does as well take you to the food. Yeah, well, basically, you might have noticed the fact that this is a Routemaster, so those buses are from 1960s. They used to be on the roads daily in London, okay. But you can't see any of those buses vintage. Anymore. Vintage, they're now vintage buses. Yeah, they are. Yeah, we try our best to find those buses and transform them and bring to all this lovely food. Yeah. Amazing. Okay, so the look of this is amazing. So can we start? Let's start it. والآن نرحب بزميلة مها رزق لإطلاعنا على أبرز أخبار النيو ميديا. صباح النور مها. صباح النور نادين. صباح النور يا عبد الكريم. صباح الورد. يعني ولا شاي ولا شيء عبد الكريم يعني. والله يعني خلف الكواليس. الموضوع بارع في هذا الموضوع. الموضوع بده كيك وشاي والله فعلا. أنا بستنى عزومتك أنا ونادين. على طول بعد الحلقة. أوكي ننتقل إلى أخبار السوشيال ميديا. خبر مقلق لعشاق هواتف أبل الذكية إذ أثبت مهندس برمجي في شركة جوجل بأن خصوصية مستخدمي هواتف آيفون في خطر بسبب ضعف الحماية في نظام التشغيل iOS. وقال المطور والمبرمج فيليكس كروز إن إمكانية تشغيل كاميرا عبر تطبيقات الصور أصبحت ممكنة، واستطاع أن يثبت بالدليل القاطع أنه يمكن لهذه التطبيقات التقاط صور وتسجيل فيديو للمستخدمين دون علمهم. وحذر المبرمج من سوء استخدام هذه الثغرة الأمنية، ونصح المستخدمين بتغطية كاميرات هواتفهم الأمامية والخلفية، وطالب شركة أبل بإصلاح الثغرة على الفور. هو نعم. الأمر شو رأيكم بهذا الخبر يا شباب؟ يعني خبر لافت جدا. أعتقد أنه آيفون فيها هذا المجال للثغرات الكبير. يعني هو الأمر مريب. أنا بالنسبة لي أنه مهندس من جوجل اللي هي المنافس الأكبر لآبل اللي بتنتج أندرويد اكتشف هذه الثغرة، يعني كأنه هناك شعور ربما أنه هذه الثغرة أصلا تم تصنيعها صناعة، يعني هو حط باقة. لا للأمانة والصدقية في نقل الخبر، هو شاب مبرمج يعمل في جوجل، ولكن هو قام بوقت فراغه اكتشف هذه الثغرة ولم يقدمها كهو مبرمج. يعني ليست مؤامرة. فهي ليست مؤامرة، بالعكس هو يجدي معروف للشركة، هو يقول لهم بأن هناك خلل أمني فأصلا، ولكن ربما ينقلب ضد الشركة. ضد الشركة. ولكن الشركة هي نعرف نادين من فترة أن جوجل كل فترة تقوم بإعطاء مكافآت لشباب قادرين على اكتشاف خلل في الأبل. بالضبط، فهي توظفهم أفضل من أنهم يكونوا قراصنة ويعملوا ضدها. فهي عادة تحاول استقطاب الشباب القادر على محاربة خصومها التجارية. نعم، ولكن هذه عن أخطائها التقنية أو الخدماتية. نعم.
ولكن أقبال كان قبل الهواء يقول مارك زوكربيرغ دائما يضع اللاصق على الكاميرا الأمامية لللابتوب وللهواتف أيضا، وأنا أتفق بهذه يعني مع هذه يعني الخطوة، لأنها بالنهاية إذا هم مصنعون التكنولوجيا هم يحذرون من هذه الأشياء، فيجب علينا أن نأخذ حيطتنا نحن الآخرين. ننتقل إلى خبر آخر. بعد الجدل الكبير الذي أثارته في سوق الألعاب الإلكترونية، أصبحت لعبة بورني يا حبي باري مي ماي لوف متاحة في المتاجر الإلكترونية لأجهزة أندرويد وآي أو إس. اللعبة التي طورها مبرمج فرنسي تحاكي قصة حقيقية لنور وزوجها ماجد أثناء رحلة لجوئها من سوريا إلى أوروبا، ويلعب المستخدم شخصية ماجد الذي يبقى في سوريا للاعتناء بأقاربه المسنين، ويحاول توجيه نصائح لنور أثناء رحلتها عبر الهاتف الذكي كوسيلة اتصال واحدة. وتحتوي اللعبة على 19 نهاية ممكنة تعتمد جميعها على قصص من لاجئين حقيقيين، ويحاول التطبيق لفت الانتباه إلى قضية اللاجئين حيث توفي أكثر من 10,000 منهم غرقا في البحر المتوسط العام الماضي. هذه لعبة هي تختلف تماما عن باقي الألعاب التي تهدف إلى المتعة والاستثارة والربح، وهذه اللعبة هي تحاكي الواقع عند بعد إنساني، بعد إنساني عميق، وهي تريد أن تقول للعالم اللاجئين ليسوا أصحابا، ليسوا أسماء وأرقاما ذهبت في عمق البحر، فهناك محاولة محاكاة هذا الواقع وأن يجعل المستخدمين يعيشونه، وربما ينعكس ذلك على واقع الأليم للاجئين في حول العالم. هو تحويل اللاجئين إلى أسماء وشخصيات وإنسان، ليس مجرد أرقام وإحصائيات. بس هذا أمر مذهل. أمس كان عندنا تيك فيوجيز، واليوم لدينا هذا الخبر أيضا، يعني استخدام التكنولوجيا لخدمة اللاجئين، واليوم أيضا استخدام حتى الألعاب الإلكترونية في خدمة قضايا اللاجئين. هذا الأب أو التطبيق أثار ضجة، لأنه هناك من أعتقد بأنه يستخدم قضية عادلة وإنسانية لهدف الربح، وهناك من يرى بأن هذه القضية الجدلية ستكون دائما مثار نقاش، ولكنها في النهاية تخدم القضية الإنسانية، خاصة قضية اللجوء السوري. فليربح عبر قضية إنسانية بدلا من أن يربح عبر ترويج للحرب والقتل للألعاب الأخرى. بالتأكيد، بس خلينا نقول أنه بالنسبة للجوء خاصة في دول أوروبا لا ينحصر اللجوء بالسوريين طبعاً، لكن هناك العديد من اللاجئين الآخرين، وعندما نتحدث يعني عن اللجوء لا نحصر القضية فقط باللاجئين، على الرغم من أنه هذه اللعبة هي كانت مبنية على قضية عالمية، ولكن هي القضية طبعاً أكبر من منطقة بعينها. ننتقل إلى خبر آخر في إطار مكافحة تلوث الهواء القاتل. أعلنت الصين عن تشغيل أول قطار ذكي في العالم يعمل بالهيدروجين ويسير دون سكك حديدية. وتقول شركة سكك الحديد الصينية CRRC المصنعة إن القطار يعتبر وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، لأنه لا ينتج أي ملوثات، حيث إن الماء هو انبعاثه الوحيد ولا ينتج أكسيد النيتروجين. ويمكن إعادة تزويد القطار بالهيدروجين في غضون 15 دقيقة، ويستطيع القطار نقل 300 راكب والسير بسرعة قصوى تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة. شو رأيكم في هذا؟ أنت أصدقاء للبيئة يا كريم؟ لا، أنا دائما عندي مشكلة، مثل ما تحدثنا أمس، الأخبار التي تصدرها الحكومة الصينية وشركات الصينية دائما مضروبة، هي مثل بضاعة صينية. لا حقيقة، لأنه هناك أولا هذا مترو باص وليس قطارا، لا يصير في السكة الحديد. الأمر الآخر هو أن المشكلة التي تمنع دول العالم في استخدام الهيدروجين سيلز، خلايا الهيدروجين، هي خطورة انفجار الهيدروجين في أبسط حادث، يعني يكاد أن يشبه انفجار نووي، انفجار ضخم جدا للهيدروجين. يعني أنا أشك، يعني أنا الشق الأول من هذا النمط من البساط أو يعني طريقة استخدام هذه البساط. هناك الجزء الأول، الشق الأول من تعليق عبد الكريم، هو أثار تحت الهواء كثير من الجدل. قال لي أنه هناك كثير من الإعلانات، ويؤخذ على الحكومة الصينية أنها تعلن عن كثير عن المشاريع ولكنها لا ترى النور، ولكن هذا المشروع تم تجريبه عبد الكريم، فمتأكدين هذه المرة أن شركة المواصلات والنقل في الصين فهي جادة بهذا الشيء. الشيء الآخر هو أنا قمت بزيارة، يعني هي مش بالصين أمس، أنا كنت في موجودة في هونغ كونغ، ونسبة التلوث مرعبة وهي مقلقة، وتسبب سأصبحت عبء كبير على القطاع الصحي الصيني، فهي تحاول جادة أن تجد حلول
جيدة لموضوع التلوث البيئي، لأنه الغالبية العظمى بيمشوا بالشوارع هم حاطين أقنعة للوقاية، فهي قضية جيدة للاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وهي خطوة نشجعها. ولكن قضية الهيدروجين لست مختصة فلن أرد عليها، هي انبعاثات الكربون هي المسبب الأكبر للتلوث وتغير المناخي، وهناك محاولة جادة أعتقد من بعض الحكومات. يعني مشكلة التلوث مشكلة عالمية تقتل الآلاف حول العالم، لكن بما يخص انه الهيدروجين، انه تفاعل الهيدروجين مع الاكسجين هو التفاعل الاكثر انفجاريه في 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 في, في جدول، اذا المخاطر التي تحيط بهذه التجربه مخاطر مهوله جدا. يعني ليس بامكانك ان تقود سياره هيدروجينيه مثلا او تعمل بخلايا هيدروجينيه في شوارع لندن، القانون يمنعك من ذلك. أبسط إذا هي انفجار كانت صديقة للبيئة فأنا أعتقد بأنها آمنة، وهم تحدثوا عن جوانب الأمن. السيارة الصينية العادية غير آمنة، تخيل بالهيدروجين. ولكن إذا كانت هي صديقة للبيئة فهم يعد نجاح كبير، خاصة الانبعاث تبعها هو انبعاث للماء فقط. ولكن أنا سأتابع هذه القصة وأفيدك في التطورات إذا صار في انفجار ولا لا. غدا غدا. يعني أعتقد أنه لابد أن هناك ضوابط لمراعاة السلامة العامة بهذا الخصوص. يجب أن نتابع الموضوع مع مها. شكرا جزيلا لك. هذه أهم الأخبار. شكرا لك مها رزق. شكرا لك عبد الكريم. قبل الختام نذكركم مشاهدينا بمواعيد برامج التلفزيون العربي لليوم. انتشار الترامادول بين الشباب العرب، نقاش برنامج شبابيك لليوم مع الزميلة رولا حيدر. وقفة تحليلية لأهم الأخبار على الساحة العربية والدولية في برنامج العربي اليوم. وبرنامج بتوقيت مصر يرصد لكم أبرز الأحداث الاجتماعية والسياسية على الساحة المصرية. وبهذا تنتهي حلقتنا لليوم. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم غدا في نفس الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.